يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والعاصفة والأمطار بس ما شاء الله والله يعني ربنا يبارك فيه وكده ان شاء الله تفضلوا دايما كده ملتزمين لحد ما تخلصوا مسيره الكليه دي. صراحه حوار كده ازاي صح؟ النهارده ان شاء الله موضوع جديد بقى في الجزء بتاع الـ CNS Pharmacology. احنا اخر مره كانت محاضره اونلاين فكانت المحاضره طويله شويه خدنا راحتنا فيها اتكلمنا على موضوع اسمه الباركنسونيزم. النهارده بقى باذن الله الموضوع بتاعنا اللي هو علاج السايكوزس او علاج ما يسمى بالسكيزوفرينيا. نعم. متى الحصه؟ الحصه كانت يوم الاثنين نزلت اونلاين. انا عارف الناس ما خدتش خبر فما تقلقوش يعني النهارده هيبقى موضوع منفصل او صحيح مرتبطين ببعض الاثنين شويه لكن هنقدر نفهم النهارده ان شاء الله الموضوع بتاعنا يعني ما هوش مرتبط تماما باللي فات. بس هي الفكره بقى في الموضوعين ان هما ليهم علاقه بكيميكال ترانسميتر اسمه الدوبامين. مشكلتنا في الباركنسونيزم ان الدوبامين قليل وبالتالي محتاج ان انا اعليه او ان انا ادي بديل كويس او اقلل الاسيتالزين. مشكلتنا النهارده بقى لما نيجي نتكلم على علاج السايكوزس او علاج الفصام مشكلتنا بالعكس ان احنا عندنا غالبا دوبامين عالي في البرين في جزء كده مسؤول عن المشاعر والاحاسيس والافكار اسمه الليمبيك سيستم. فدايما عندنا تعارض بين الاثنين، عايز في الباركنسونيزم تزود الدوبامين وعايز في السايكوزس تعطل شغل الدوبامين. ولو فكرت فيها كده هتلاقي غصبا عنك لما تيجي تعالج الباركنسونيزم لو الدوبامين عالي زياده عن اللزوم نتيجه استخدام ادويه قلبت العيان بسايكوتيك بيشنت، صح؟ يعني عالجت الباركنسونيزم فزاد الدوبامين اكتر من اللازم فعملنا اعراض الفصام. تعال فكر فيها بالعكس بقى، عندي عيان بتاع النهارده ان شاء الله عنده فصام، عنده مشكله زياده الدوبامين. هتيجي تعالجه بدواء يقلل شغل الدوبامين او يقفل الدوبامين ريسبتور هيقلب منك بعيان عنده باركنسونيزم. فعشان كده احنا نفضل دايما لما نيجي نذاكرهم نذاكر الاثنين ورا بعض عشان تتلخبط خالص بقى، تيجي تعالج ده فالعيان يجي له المرض ده والعكس صحيح. اللي يهمني بس النهارده في الدوبامين عشان يبقى كلامنا ان شاء الله بالنسبه لك ما هوش صعب. احنا اتفقنا الدوبامين ده لمجموعتين من الريسبتورز تمام؟ اللي هو يسموهم اختصارا دي. في عيله منهم اسمها دي 1 فاميلي فيها رقم 1 ورقم 5 ودي ما تهمناش قوي في السي ان اس. العيله اللي تهمنا في السي ان اس اسمها دي 2 فاميلي فيها دوبامين رقم 2 و3 و4 تمام؟ المجموعه دي او العيله دي وبالذات الدي 2 بقى ليه اماكن معينه افكرك بيها عشان نبدا ان شاء الله كده على نور. في اماكن مشهوره جدا فيها ريسبتور اسمه الدي 2 نفتكر وظيفته ايه؟ والنهارده ان شاء الله لما نقفله يحصل ايه؟ تمام؟ اول مكان موجود فيه الدي 2 حته في البرين اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. احنا سمعناها زمان قوي لو تفتكروا بقى ان شاء الله لما نيجي نراجع المورفين. المورفين كان من ضمن الاماكن اللي بينشطها في البرين المركز ده. السي تي زد اختصار حته اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. عليه ريسبتور في هذا السنتر عليه ريسبتور اسمه دي 2. كل ما شغلت الدي 2 باجونست عملت قيد. كل ما زودت شغل الدوبامين او نشطت هذا الريسبتور عملت قيد، كويس؟ والعكس بقى النهارده لما اقفل الدي 2 ريسبتور يبقى انا منعت القيد، صح؟ يبقى ان شاء الله المره اللي فاتت كده لما تيجي تبص على المحاضره اونلاين هتلاقي من ضمن عيوب الادويه اللي بتعالج الباركنسونيزم انها بتعمل قيد. منطقيه لانك انت عمال تعلي دوبامين او تدي دواء مشابه للدوبامين. فيعمل لك قيء. النهارده ان شاء الله المجموعه اللي هنعالج بيها السايكوزس هتقفل الدي 2 ريسبتور فبالتالي هتشتغل از انتي ايميتك دراجز. واضح يا جماعه؟ يبقى اول مكان اسمه سي تي زد عليه ريسبتور اسمه دي 2 ستيميليشن اوف دي 2 يؤدي الى نوزيا وفوميتنج. بلوك للدي 2 يؤدي الى حاجه اسمها انتي ايميتك منعنا الغثيان والقيء. المكان نمره 2 اللي فيه سي تي زد ده مكان مهم الحقيقه قوي اسمه الهايبوثالاموس. هايبوثالاموس بص كده الدي 2 لما يشتغل هذا الريسبتور في الهايبوثالاموس يقلل افراز هرمون اسمه البرولاكتين. وقلت لكم حتى ان شاء الله لما تبص بقى على التسجيل دايما كانوا يعلمونا كده في الفسيولوجي ان الدوبامين از برولاكتين انهبيتوري فاكتور. طول ما عندك دوبامين في مخك
هرمون البرولاكتين اللي طالع من المخ وماشي في الدوره الدمويه ده ما يطلعش كتير. المكان الثاني او الاكشن الثاني بتاع الدي 2 في الهايبوثالامس مسؤول عن الابيتايت، مسؤول عن الشهيه. كل ما شغلت دوبامين قللت الابيتايت. المكان او الاكشن الثالث للدوبامين في الهايبوثالامس مسؤول عن تكوين حراره. عارفين جسمنا كده في حاجه اسمها هايبوثالاميك هيت ريجوليتنج سنتر، سمعنا عنه بشكل مبسط كده احنا بنتكلم عن الاسبرين مش كده. المكان ده كل ما شغلت الدوبامين ريسبتور كل ما زودت الهيت برودكشن، كل ما زودت تكوين الحراره. الكلام ده يا جماعه لما بتشغل الدوبامين ريسبتور، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لما بتدي اجونست، لما الدوبامين بيطلع كويس. النهارده ان شاء الله مجموعه الادويه بتاعتنا بتقفل الدي 2. تقدر تقولي بقى بتعمل ايه؟ بتقفل الدي 2 في الهايبوثالامس، يبقى عملت عكس الكلام صح؟ منعت الماده اللي بتقلل برولاكتين، يبقى انت عملت حاجه اسمها هايبر برولاكتينيا. منعت الحاجه اللي بتقلل الابيتايت فزودت الابيتايت، تلاقي الادويه بتاعتنا دي تزود الشهيه قوي وتزود الوزن. منعت الحاجة اللي بتزود الحرارة، يعني بمعنى آخر قللت حرارة الجسم. وصلت يا جماعة؟ يبقى عشان بس اللي ما لحقش يذاكر أو يبص على المحاضرة اللي فاتت، الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت بس إحنا هنبني عليه النهاردة. فسريعاً كده الـ D2 ريسبتور موجود في جزء اسمه CTZ. كيمو ريسبتور تريجر زون. شغله يعمل قيء. لما أقفل ريسبتور أضيع القيء. تمام؟ الـ D2 في جزء اسمه الهايبوثالامس، طول ما هو شغال بيقلل إفراز هرمون البرولاكتين. وبيقلل الشهيه وبيزود تكوين الحراره. النهارده ان شاء الله لما اقفل هذا الريسبتور بادويه يبقى انا عملت العكس، عليت برولاكتين، عليت ابيتايت، لكن قللت الهيت، قللت حراره الجسم. المكان الثالث بيزل جانجليا، دي سهله بقى مش كده؟ ايه وظيفه الدي 2 في البيزل جانجليا؟ بالظبط، متوازن مع الاسيتايل كولين عشان ما يجيليش اعراض اسمها باركنسونيزم. طول ما الدي 2 شغال ما عنديش باركنسونيزم. النهارده هدي دواء يعالج الفصام بس غصب عني هيقفل الدي 2 فهيعمل لي باركنسونيزم، هيتسبب في حدوث باركنسونيزم. المكان الاخير بتاع النهارده بقى حته اسمها الليمبك سيستم. الليمبك سيستم ده المسؤول عن المشاعر والافكار وجزء كبير قوي من الاستنتاجات الصح، يعني اطلع بنتيجه منطقيه لما اشوف حاجه معينه كويس. الليمبك سيستم ده لما الدوبامين يشتغل فيه قوي يجيب لي سايكوز، لما يعلى قوي الدوبامين في المكان ده يجيب لي اعراض فصام. يبقى عشان اعالج الفصام بدي حاجه تقفل الدي 2 ريسبتورز. وصلت يا جماعه؟ طيب لكي يطمئن قلبي، لان في نظرات كده قلق، لكي يطمئن قلبي قول لي بقى الدي 2 لما يشتغل باجونست يعمل ايه؟ لما ادي حاجه تعلي دوبامين في البرين. طبعا كلكم عارفين ما بقدرش ادي دوبامين شخصيا ما بيوصلش المخ ما بيعديش. لما ادي دواء اسمه ال دوبا يتحول في المخ الى دوبامين. توقع معاه اربع حاجات مش كده؟ انتي باركنسونيز صح؟ انتي باركنسونيز وبعدين لا انتي باركنسونيز صح؟ عالجنا الباركنسونيز. طيب لما شغلنا سي تي زد ال دوبا عمل لي نوزيا فومتنج تمام كده؟ طيب شغلت الدي 2 في الهايبوثالامس خليت البرولاكتين يقل وخليت الابيتايت تقل وعليت الحراره شويه. اللي سمعناها المره اللي فاتت البرولاكتين خلاص دول مش مهمين اول مره اللي فاتت، مهمين النهارده. طيب لما شغل الدي 2 في الليمبك سيستم يجي لي اعراض فصام صح؟ يجي لي سايكوزس. النهارده بقى ان شاء الله مجموعتنا دوبامينرجيك بلوكرز. كل الهدف من المجموعه دي ان انا اقفل الدي 2. يلا قول لي بقى اثنين انتي كده حصل قفلت الدي 2 في الليمبك سيستم يبقى انتي سايكوزس صح؟ وقفلت الدي 2 في حته اسمها سي تي زد فاشتغلت از انتي ايميتيك. بس غصب عني بقى عملت الاتي، عليت برولاكتين صح؟ قفلت الريسبتور اللي كان بيمنع البرولاكتين فبدا البرولاكتين في جسمي يعلى، وبعدين زودت الابيتايت فوزني هيزيد، وبعدين حراره جسمي ممكن تقل شويه. اسمها ايه في الطب لما قال الحراره نورمال؟ هايبوثيرمال. تمام؟ على البيزل جانجليا قفلت الدي 2 وسبت الاسيتايل كولين شغال فدخلت العيان في اعراض باركنسون. والنهارده ان شاء الله هنترقى شويه كده واقول لك يسموها اكسترا بيراميدال. نبص ان شاء الله مع بعض كده اقول لك بيسموا هذه المشكله اكسترا بيراميدال، مش شرط تكون الصوره التقليديه بتاعت عيان الباركنسون.
نبدا بقى على بركه الله كده. موضوع النهارده اللي بنسميه نيورولابتكس، ده الاسم الحديث، ليه اكتر من اسم قديم بيسموه ميجر ترانكلايزر. فاكرين كده لما قلنا في مجموعه زمان اسمها ماينور كانت بتعالج، ماينور ترانكلايزر كانت بتعالج لا هي بتعمل سيديشن لكن بتعالج انكزايتي، كان اسمها انتي انكزايتي او انزوليتكس، اشهرهم البنزودايزابينز والمجموعه اللي كانت معاها دي. بقى مجموعه ميجر بتعالج الفصام، بتعالج مرض عقلي. هناك كنا بنعالج امراض توتر وفوبيا وبانيك والكلام اللي احنا سمعناه. ليهم اسم قديم لا يزال يستخدم اسمه انتي سايكوتيك، لان هم بيعالجوا مرض اسمه السايكوزس اللي احنا بنسميه بالعربي مرض الفصام. احيانا يسموهم انتي شيزوفرينكس او انتي سكيزوفرينكس. السايكوزس ده بقى انا طبعا غلبان ما اعرفش حاجه فيه، بس السايكوزس اللي انا اعرفه ان في منه انواع، في اشكال مختلفه كويس. اشهر نوع منهم اسمه سكيزوفرينيا، فالدواء اللي بيعالج يقول عليه انتي سايكوتيك او يسموه انتي سكيزوفرينيا. خلاص، ايه بقى هو السايكوزس ده على قدنا كده كلنا مع بعض كده غلابه يعني، بس ايه هو السايكوزس ده؟ هو عباره عن مرض عقلي بيحصل فيه الاتي، بيحصل فيه اعراض هتلاقيها على فكره موجوده ان شاء الله ما تدورش بس موجوده باذن الله. بيحصل فيه اشهر عرض دي حاجه بنسميها هالوسينيشنز. اشهر اعراض الفصام هلاوس. ازيك يا محمد؟ هالوسينيشن دي معناها يا جماعه كده كلنا فهمنا، يعني بقول لك دلوقتي يعني ايه هالوسينيشن، مش هتقول لي هلاوس زي ما كنت ايه بتجاوب اول السنه، هتقول لي ايه بقى؟ هتقول لي هلوسه يعني هتغير مش كده؟ لا، هي هتقول لي ان انا بستقبل حاجه مش موجوده في الواقع، يسموها perception of an non-existing stimulus. فهمت معناها؟ يعني بسمع حاجة مش موجودة في الحقيقة، أو بشوف حاجة مش موجودة، أو أحيانا بشم حتى روائح مش موجودة في الواقع. ده المقصود بكلمة hallucination. طيب من أشهر الأعراض اللي مع psychotic patient غير hallucination حاجة بنسميها delusions. delusions نعم؟ بص كده في الاستعمالات بتاعت الدواء، بص في استعمالات الكلوربرومازين هتلاقي مكتوب عندك كده بيعالج كذا وكذا وكذا، مش كده؟ موجودة ولا لا؟ حتى لو مش موجودة يا جماعة بس معلش يعني احنا خلاص كبرنا بقى، مش أول السنة كان لازم الكلمة اللي أنا بسمعها أبص ألاقيها موجودة قدامي في المذكرة. حاولنا نغير هذا الأتيتيود، شكلنا فاشلين لسه، بس كلام سهل والله. أعراض مرض الفصام، خلاص؟ أعراض الفصام الآتي، ودي معلومات هتعرفها محدش هيسألك فيها، بس عشان انت ما ينفعش تذاكر دواء بيعالج مرض انت اصلا مش عارف المرض حتى هو عباره عن ايه. هو خلل عقلي، خلل في الافكار والمشاعر والكلام ده، بيخلي الانسان يهلوس، هلوسينيشن، يسمع او يشوف او يشم حاجه مش موجوده في الحقيقه. وبيحصل حاجه اسمها ديليوجنز. ديليوجنز بالعربي يسموها ضلالات. الضلالات ايه بقى؟ الضلالات دي فكره خاطئه بتسيطر على تفكير الشخص. اشهرها الشعور بالاضطهاد. الناس اللي عندهم سايكوزس عندهم حاجه اسمها بارانويد اتيتيود، بارانويا حتى معروفه بالعربي، يعني دايما حاسس ان هو مضطهد، دايما حاسس ان هو مظلوم، دايما حاسس انه في تآمر عليه، كويس؟ دي من الاعراض المشهوره بتاعه السايكوزس. في عرض تاني انا مش موافق عليه يعني، لكن كتاب القسم كاتبه بيقول عليه اليوجنز. اليوجنز بالعربي معناها الاوهام، معناها اوهام، يعني تتوهم بقى ان انت ان شاء الله اتخرجت وبقيت جراح كبير ورحت اشتغلت مش عارف فين وبتكسب ايه وعندك ايه. دي حاجات لطيفه يعني، الليوجن دي حاجه مش وحشه قوي يعني. هي الوحشه قوي الديليوجن دي، اللي هي الفكره الخاطئه اللي بتسيطر على تفكير الشخص. هو بيتوهم فيها فقط ولا بيعيش حياته؟ ممكن يعيشها بنفس الطريقه، ودي مرضيه بقى يعني. لو عاش حياته وانت في سنه ثانيه تثبت كده عاش حياتك ان انت دكتور مشهور وعندك وبتاع هتتعب، كويس؟ لكن لو هي بس مجرد ايه يعني تخيل كده ماشي الحال. دي اعراض يسموها ساعات يا جماعه بوزيتيف ساينز، يعني ان شاء الله في جوهره بقى في الكلام ده، يسموها بوزيتيف. مش معناها انها حاجه حلوه، هي معناها ان نشاط المخ بدا يعلى زياده عن اللزوم، فبقيت بقى بسمع او بشوف حاجات مش موجوده او بتوهم افكار مش موجوده. في اعراض ثانيه مش مهمه قوي يسموها نيجاتيف ساين، يقول عليه سوشيال ويذدرول. سوشيال ويذدرول عارفين معناها ايه بالعربي؟ سوشيال يعني اجتماعيه، مش كده؟ يعني العيان ده ملوش حياه اجتماعيه، منطوي تماما، منعزل عن الدنيا، كويس؟ وعرض تاني يسموه ايموشنال دلنس. ايموشنال دلنس يعني نوع من التبلد في المشاعر، نوع من التبلد، ما فيش عواطف ما بينه وبين اقرب الناس ليه.
خلاص. دي الشكل كده البسيط قوي بتاع الناس اللي عندهم سايكوزس او فصام او شيزوفرينيا. خلاص سببه ايه بقى؟ سببه مش عليك بس عشان نفهم الادويه بقى. في نظريتين بيفسروا ليه العيان جات له هذه الاعراض. نظريه معناها ان في اكسس دوبامين، الدوبامين في المخ هو اللي عالي قوي في الحته اللي اسمها الليمبك سيستم والفرونتال كورتكس اللي مسؤول عن المشاعر والافكار، والدوبامين العالي ده عمال يشغل ريسبتور اسمها الدي ريسبتورز. انهي مجموعه الاشهر بقى في البرين؟ الدي 1 فاميلي ولا الدي 2 فاميلي؟ الدي 2 صح. يبقى انت عندك شغل عالي قوي لمجموعه الريسبتورز اللي اسمها الدي 2 فاميلي، هو ده اللي عامل اعراض السايكوزس. خلاص يسموها حتى في الكتب دوبامينرجيك ثيوري، دوبامينرجيك ثيوري يعني نظريه الدوبامين. النظريه الثانيه ومش عليك طبعا النظريات بس عشان تبقى فاهم، بيقال ان مشكله العيان اكسس سيروتونين. سمعتوا عن ماده اسمها سيروتونين؟ ما عدتش علينا كتير، اللي هو ال 5 HT 5 هيدروكسيتريبتامين. ده كيميكال ترانسميتر مهم جدا في المخ، وكان المفروض ندرسه في جزء الاوتاكويد موديول 104، بس اللي حصل حصل. من ضمن الحاجات اللي بيعملها لما يزيد يعمل هذه المشاكل بتاعه السايكوزس، وبيشتغل على الريسبتورز اسمها ال 5 HT ريسبتورز. مش مهم الارقام بقى، هم عددهم كبير قوي لكن معظمهم بالظبط هم تقريبا 7، لكن برضو معظمهم ريسبتور اسمه نمره 2. يبقى لما نيجي بقى نفكر في علاج السايكوزس، الكلام بقى بتاعنا النهارده ان شاء الله انا بتكلم على حاجه اسمها انتي سايكوتيك او اسمها نيورولابتيك. لو انت ماشي على النظريه القديمه بتاعه ان مشكلتنا اكسس دوبامين، هتدي ادويه شكلها ايه؟ لو انت مشكلتك دوبامين عالي عمال يشغل الدي 2 هتدي ادويه تقفل الدي 2 ريسبتور صح؟ تقفل الدي 2 ريسبتور في البرين. كل ما كانت بتقفل في الليمبك سيستم بقت حلوه صح؟ لكن لو قفلت في البيزا الجانجليا هتجيب لي بارنسونز، قفلت في الهايبوثالامس جابت لي برولاكتين عالي مش كده؟ يبقى كل ما كانت متخصصه كل ما كانت افضل. لو بتقفل الدي 2 في كل مكان هتعمل لي اعراض جانبيه متوقعه تماما. خلاص يبقى دي مجموعه، والمجموعه دي في كتبنا احنا يسموها ذا تيبيكال انتي سايكوتكس. يبقى سيادتك لما تسمع كده كلمه تيبيكال انتي سايكوتك يبقى ذا مين اكشن بتاع هذه المجموعه ان انا اقفل الدي 2 ريسبتور. بيبقى زيها بقى وعيوبها. خلاص في مجموعه ثانيه يسموها اتيبيكال. ما دام في تقليدي يبقى في غير تقليدي مش كده؟ الاتيبيكال دول هنشرحهم في اخر الحصه. ممكن يكونوا بيقفلوا الدي 2 بس في الليمبك سيستم، تبقى حاجه لطيفه قوي عالجه من غير ما يعملوا اعراض جانبيه كتير. وممكن يكون معتمدين على النظريه الثانيه ان مشكلتي سيروتونين، فيكونوا شغلهم انهم يقفلوا السيروتونين ريسبتورز. خلاص اللي علينا بقى في المنهج مش الاتيبيكال، اللي علينا التيبيكال. التيبيكال هم القدام، التيبيكال اللي استعمالهم في الطب قل جدا، التيبيكال اللي مليانين اعراض جانبيه، التيبيكال هو اللي عليك في المعهد. خلاص هو كان المفروض تدرس ان شاء الله لو انت ماشي مع الطب يعني كان المفروض تدرس انهي مجموعه؟ الاتيبيكال، المجموعه الجديده، المجموعه الاقوى، المجموعه اللي ما بتعملش اعراض جانبيه. بس من سوء حظك بقى لسه المنهج القديم، فهنعرف ان شاء الله بالتفصيل ايه هم مجموعه التيبيكال انتي سايكوتكس. عرفنا المين اكشن از تو بلوك ذا دي 2 ريسبتورز في البرين. تحت عنوان التيبيكال بقى بيتقسموا كيميائيا، بيتقسموا على حسب الكيمياء. مجموعه بنسميها مجموعه الفينوثايازينز، فينو صوت يا شباب، الفينوثايازينز ده اسم الكيمياء بتاعته. خلاص اشهر دواء فيهم واللي هيدرس تفصيلا اسمه كلور برومازين. جنبه بقى اسمين لو ظهروا في الام سي كيو يبقى نفس المعلومات اللي انت هتعرفها في الكلور برومازين. دواء اسمه ثايوريدازين، ثايوريدازين، ودواء اسمه تراي فلوبيرازين. بالنسبه لي او بالنسبه لك كطالب في سنه ثانيه هم كانهم كلور برومازين. خلاص بنفس الاستعمالات ولا لا؟ نعم لا موجودين في الام سي كيو للاسف. بصيت في المذكره لقيت لسه بيطلع كده اسم التراي فلوبيرازين والثايوريدازين، هتلاقيهم موجودين يعني. المجموعه الثانيه كيميائيا بقى تحت عنوان برضو تيبيكال، مجموعه اسمها بيوتايروفينونز، بيوتايروفينونز فيها اسمين شبه بعض، دواء اسمه دروبيريدول ودواء اسمه هالوبيريدول. درو بيريدول ودواء اسمه هالو بيريدول. انا حاولت ان انا استفزك واحس ان انت فاكرهم، بس طبعا ايه واضح ان احنا مش فاكرين حاجه. هقولهم لك ان شاء الله اخر حصه. فاكر دواء اسمه فنتانيل؟
كان ايه الفنتانيل ده؟ دواء شبه المورفين بس مصنع، صح؟ دواء من مجموعه اسمها مورفين سبستيتيوتس المصنعه، وكان اقوى من المورفين 80 مره، وكان بيتاخد كمسجل بس غصب عني لما كنت باخده لوحده كان بيعمل خير. مش حاجه خالص، مش باقي، مش فاضل اي حاجه. طيب لما كنت باخده لوحده كان بيعمل نوزيا وفومتنج، لانه كان بيشغل ريسبتور اسمه الدي 2 في مكان اسمه السي تي زد زي ما المورفين بيعمل. فكنت لما اجي استعمله بحط معاه دواء اسمه دروبيريدول بتاع النهارده. الهدف من الدروبيريدول يهدي العيان، والاهم من كده يقفل لك الدي 2 فيمنع القيء. وكان اسمها نيورو ليبت انالجيزيا، نيورو ليبت. ده احنا هنذاكر بقى ان شاء الله، مش كده؟ خلاص واضح ان احنا محتاجين كلنا نذاكر نيورو ليبت انالجيزيا. قلت لك ساعتها هتعدي عليك كذا مره في المنهج ان انا ادي دواء نيورو ليبتك بتاع النهارده، دواء بيقفل الدي 2 ومعاه دواء مسكن انالجيزيك اسمه فنتانيل في العمليات الجراحيه البسيطه اللي مش محتاجه تخدير كلي. بدي الاثنين مع بعض انترافيروس، الفنتانيل مسكن قوي بس عيبه هيجيب لي قيء، اروح مدي معاه دروبيريدول. الدروبيريدول يهدي العيان لانه نيوروليبتيك ميجور ترانكلايزر، والاهم من كده انتي ايميتيك هيمنع القيء. خلاص المهم يعني ان شاء الله خلاص مرتين بقى سمعنا فيهم الدواء ده. المجموعه الاخيره اسمها مجموعه الثايوزانثينز، انساها خالص، مجموعه كيميائيه اسمها ثايوزانثينز ما عليهاش اي كلمه. يبقى دي المجموعه ان شاء الله اللي سموها تيبيكال، وهذه هي المجموعه المطلوبه مننا، وبالتحديد دواء اسمه كلوربرومازين. خلاص الكلوربرومازين ده لما كنا بنشرحه زمان للطلبه كان بيبقى بالنسبه لهم مراجعه للاوتونوميك، بالنسبه لهم بيبقى مراجعه للاوتونوميك. احنا بالنسبه لنا بقى هيبقى بداية تعرفنا على الأوتونوم، في كلام كتير قوي ليه علاقة بالأوتونوم. نركز بقى كده إن شاء الله مع بعض، وفرصة الحقيقة إن إحنا ننقذ ما يمكن إنقاذه في الأوتونوميك نيرفس سيستم. اللي بيتابع بقى إن شاء الله ممكن كده يمشي بالترتيب، إحنا عرفنا خلاص يعني إيه سايكوزس، عرفنا تقسيمة الأدوية تيبيكال وأتيبيكال، مش كده؟ وعرفنا الأتيبيكال دول هم الأحسن بس مش علينا، واللي علينا هم التيبيكال. والتيبيكال قسمناهم، وفي النهايه وصلنا لدواء واحد مهم اسمه كلوربرومازين. مع بعض كده بقى في السكيم بتاعنا في الكلوربرومازين، سيبك من السورس دواء مصنع، سيبك من الكيمياء. انا قلت لك الكيمياء اسمهم في الكيمياء فينوثايازين ديريفاتيف، خلاص؟ وانا ما اعرفش يعني ايه فينوثايازين والله، بس انا هحفظها كده. طيب تعالى بقى في الكاينتكس، الدواء ده ويل ابزوربد اورالي، ممكن يتاخد اورال وممكن يتاخد انترافينس. سهله الامتصاص، سهل جدا. تعال على الديستريبيوشن، اكيد بيعدي بلاد برين بارير وبيعدي البلاسينتال بارير، وفي الاسف الشديد تيراتوجينيك. هذا من الادويه اللي ممكن تعمل تشوهات في الاجنه، خلاص؟ يبقى ما ينفعش يتاخد في الحوامل. بيتكسر في الكبد، وبعدين الميتابولايتس اللي طلعت نتيجه الميتابوليزم بتاعه نزلت عن طريق اليورين والدنيا زي الفل. يبقى الموضوع سهل جدا في الكاينتكس. اهم معلومه في الكاينتكس انه كان باس ذا بلاسينتال بارير وبالتالي تيراتوجينيك. ميكانيزم اوف اكشن بقى وفارماكولوجيكال اكشنز، اللي معاه المذكره القديمه هيلاقي فيها جدول، كويس؟ المذكره القديمه فيها جدول كده فيها الاكشن او الميكانيزم وعمل ايه وعيوب. النهارده في نفس الجدول بس منظم شويه، لان القديم ما كانش فيه فواصل فكانت الدنيا عايمه على بعضها كده. النهارده هتلاقي في تاني صفحه في المذكره الجديده هتلاقي نفس الجدول بس اكثر تنظيما. وصلنا له يا شباب، اللي معاه المذكره القديمه هيلاقي موجود هو والله، بس الجديده بقى فيها فواصل عشان يبقى قصاد كل اكشن الميزه اللي فيه وايه العيب اللي فيه. طيب نتوكل على الله كده، وسيبك بقى من المذكره وسيبك من الكتاب. الدواء ده اهم حاجه بيعملها الكلوربرومازين، اهم حاجه انه بيقفل ريسبتور اسمه الدي 2 ريسبتور. ان شاء الله نكون لسه فاكرين بقى الدي 2 ريسبتور ده موجود في اربع اماكن، صح؟ المكان نمره واحد اسمه بالنسبه لنا النهارده بقى اسمه الليمبيك سيستم، مش كده؟ طول ما كان الدوبامين شغال في المكان ده عامل لي اعراض فصام، صح؟ يبقى لما اقفل الدي 2 ريسبتور بالدواء بتاعنا يبقى انا اشتغلت از انتي سايكو. سهله، وهذا هو المطلوب، اشتغل از انتي سايكو. طيب فكرني كده المكان الثاني كان اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون، تمام؟ بتاع النوزيا والبمبو، كويس؟
طول ما الدوبامين عمال يشغل الريسبتور بتاعنا ده في غثيان مخي. انا النهارده اديت دواء قفل الدي 2 يبقى انا عملت انتي ودول اهم استعمالين للدواء. اشتغل كانتي سايكوتيك واشتغل از انتي ايميتيك. كويس. طيب نمره 3 موجود على مستوى البيزل جانجليا. ان شاء الله نكون لسه فاكرين البيزل جانجليا دي حمايه. طول ما عندي دوبامين بيشغل الدي 2 عندي توازن ما بين الدوبامين والاسيتايل كولين، فما عنديش مشكله في الحركه الاراديه. انا النهارده اديت دواء قفل الدي 2 ريسبتورز وساب مين شغال لوحده؟ ساب الاسيتايل كولين. فيحصل امبالانس يؤدي الى باركنسونز. بيسموه ايه بقى الباركنسونيزم ده؟ باركنسونيزم بسبب دواء فيسموه هيافيشن. النهارده ان شاء الله بقى هنترقى كده قليلا. مش شرط العيان يجي لك باعراض الباركنسونيزم كامله. فاكرين اعراضه؟ كان بيعمل حاجه اسمها ريجيديتي وحاجه اسمها براديكاينيزيا وحاجه اسمها ستاتيك تريمورز. ممكن العيان يجي لك بعرض منهم، يعني يجي لك بتريمورز، يجي لك بمشكله هنعرفها ان شاء الله في الاعراض الجانبيه، يعني مش بالضروره يجي بالصوره التقليديه بتاعت الباركنسونيزم. لو جالك باي عرض سببه خلل في البيزل جانجليا، اي عرض الحركه الاراديه سببه خلل في البيزل جانجليا يقول عليه اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن، اكسترا بيراميدال سيمتوم او اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن. اسوء اشكال الاكسترا بيراميدال هو الباركنسونيزم. لذا جه بقى في الصوره الكامله، لكن جيب عرض واحد او جيب مشكله واحده كده يبقى ده يقول عليه اكسترا بيراميدال. طيب غير البيزل جانجليا الدي 2 موجود في هايبو تالامس. انتوا ما عرفتوش ان في محاضره عدت مش كده؟ يعني واضح ان المحاضره اللي فاتت دي كانت مفاجاه. طيب احنا بنحاول والله بس نجمع الموضوع عشان المهم. الدي 2 لما بيشتغل في الهايبو تالامس بيعمل ثلاث حاجات. يلا حد يفكرني بقى. لما بيشتغل الدي 2 بيقلل افراز هرمون اسمه البرولاكتين، صح؟ وبيعمل انهبيشن للابيتايت، يقلل الشهيه وبيزود الحراره. خلاص النهارده بقى انا بدي دواء بيقفل الدي 2. يلا كمل انت بقى. دواء اشتغل كانتاجونست، عمل ايه في البرولاكتين؟ بيزيد البرولاكتين، صح؟ قفلت الريسبتور اللي كان بيمنع افراز البرولاكتين، وبالعربي نفي النفي اثبات، يبقى البرولاكتين هيعلى. يسموها ايه؟ نعم بيعمل ايه؟ اه حالا يسموها ايه لما البرولاكتين يعلى؟ هايبر برولاكتين. كويس. اعراضه ايه بقى لما يزيد البرولاكتين ده؟ ده يقول لك دايما ده من اسباب العقم في الرجاله والستات. تخيل، يعني مع ان المفروض الرجاله والستات مختلفين بقى في موضوع الاخصاء او الخصوبه، يعني هو ده من الحاجات اللي ممكن تكون سبب عقم في الاثنين. بيعمل في الرجاله حاجه اسمها جاينيكوماستيا. سمعناش قبل كده؟ جاينيكوماستيا معناها انلارجمنت اوف ذا ميل بريست، سموه بالعربي التثدي. حجم البريست في الرجاله بيزيد لان زاد عندهم هرمون اسمه برولاكتين. خلاص. نمره 2 بيعمل عقم او بيعمل ما يسمى بالامبوتنس. بيعمل عقم يبقى في الرجاله بيعمل مشكلتين كبار قوي، يبقى شكل الراجل كده مدي على حليب شويه اللي هو الجاينيكوماستيا، والأسوأ من كده في عدم قدره على الانجاب. طب ده في الميل. في الفيميل بيعمل سندروم مشهور جدا اسمه جالاكتوريا امينوريا سندروم. يعني ايه الكلام ده؟ جالاكتوريا يعني في افراز للبن الثدي حتى لو هي لا حامل ولا بترضع، عندها افراز لبن كده لوحده. وكلمه امينوريا معناها فيلير اوف اوفيليشن، مفيش تبويض، وما دام مفيش تبويض يبقى مفيش انجاب. خلاص. يبقى دايما كده افتكر الحصه اللي فاتت ان شاء الله هترجع بقى النهارده تذاكرها قبل الحصه بتاعت النهارده اللي هي بتاعت الباركنسونيزم. لما اجي اعالج البرولاكتين العالي كنت بدي حاجه شبه الدوبامين، صح؟ لما اجي اعالج هايبر برولاكتينيميا بشغل الدوبامين ريسبتور، فبدي حاجه شبيهه بالدوبامين، ادي دواء اسمه برومكريبتين يشتغل على الريسبتور بتاع الدوبامين. النهارده بقى لما قفلنا الريسبتور بتاع الدوبامين جالي اعراض بسبب زياده البرولاكتين. فهمنا يا جماعه؟ عكس بعض، المره اللي باليوم، المره اللي فاتت والنهارده، مجموعتين ادويه عكس بعض. طب قول لي بقى هيحصل ايه غير البرولاكتين عادي؟ اتفضل. اتفضلوا يا شباب، انتوا مش قادرين تتابعوا؟ طيب. هتتصور ان شاء الله وتنزل وتشوفوا بقى الباركنسونيزم قبل النهارده. ان شاء الله.
ايه تاني غير البرولاكتين العالي بقى؟ قفلت الدي 2 في الهايبوثالامس الابيتايت تاعك صح؟ تلاقي الناس اللي بتاخد الدواء ده عندهم زياده في الشهيه وتلاقي عندهم زياده في الوزن. زياده في الوزن تمام؟ الحاجه الثالثه بقى الدوبامين لما كان بيشتغل على الدي 2 كان عمال يولد حراره صح؟ هنا بقى يحصل العكس تقل الحراره فيقول عليها هايبوثيرميا تقل عن الطبيعي تقل عن الطبيعي تمام؟ عشان كده اسمها هايبوثيرميا. تعرفين اكتر حاجه تولد حراره في الجسم ايه؟ لما تعرض اللاكتيك اسيد في المصير. لا اكتر حاجه بسريعه قوي تخلي الواحد يدفى بسرعه الشيفرنج الرعشه. الرعشه دي تولد حراره جامده جدا. من ضمن الحاجات اللي الدواء ده بيعملها واللي عن طريقها بيقلل الحراره بيمنع الشيفرنج بيخلي الواحد ما يحصلش عنده الرعشه دي عشان ما يولدش حراره. خلاص يبقى ده بالنسبه لي كده الشغل بتاع الدواء ده. قولي بقى واحنا بنكمل كده يعني معلش طريقه صعبه شويه بس اتمنى ان شاء الله تكونوا متابعينها. انا قلت الاكشن صح؟ قلت لك اكشن زي قد السبوره كلها. قولي بقى ايه المفيد اللي فيها وايه المضر اللي فيها؟ يعني ايه الاستعمالات وايه الاثار الجانبيه؟ الاستعمالات موضوعنا بتاع النهارده انتي سايكوتيك صح؟ يعالج الفصام. والاستعمال نمره 2 انتي ايبيك. طيب العيوب بقى حدث ولا حرج صح؟ عمل لي مشكله اسمها باركنسونيزم فسميناه ايتروجينيك عشان بسبب الدواء. ولو جالي باعراض مش اعراض كامله هسميه اكسترا بيراميدال. نفس الفكره منعتي شغل الدوبامين على الدي 2 في البيزل جانج. عملت مشكله ثانيه هايبر برولاكتينيميا صح؟ جابت لي في الرجاله جاينيكوماستيا وعقم وجابت لي في السيدات جالاكتوريا وامينوريا وعقم برضه. طيب زودت الابيتايت فوزن الجسم مع الوقت بدا يزيد وقللت حراره الجسم. مش ده الاكشن اللي حصل؟ كل ده نتيجه ان انا قفلت الدي 2 ريسبتور في البرين كله على بعضه. تعال بقى بص على الريسبتور الثاني اللي اتقفل. ريسبتور اسمه السيروتونين ريسبتور اللي هو بنسميه 5 اتش تي ريسبتور. احنا ما خدناهوش مش كده؟ ما سمعناش عنه قبل كده خالص. بس النهارده انت سمعت ان في نظريه في الفصام بتقول لي ان سبب الفصام سيروتونين عالي مشغل الريسبتور ده صح؟ يبقى لما تقفل الريسبتور ده يحصل ايه؟ السيروتونين العالي مسبب فصام. لما اقفل الريسبتور انتي سايكوتيك صح؟ يبقى هو اشتغل كانتي سايكوتيك ازاي؟ بطريقتين. الطريقه الاساسيه قفلت الدي 2 ده اهم شغل ليه مش كده؟ والطريقه اضافيه انه قفل الريسبتور بتاع السيروتونين لان انا عندي نفس المشكله دي لما يزيد السيروتونين يحصل لي نفس اعراض الفصام. سيبك بقى من الحاجات التانية، السيروتونين له علاقة بالابيتايت وله علاقة بالصحصحة وله علاقة بكذا حاجة، افتكر بس على الأقل النهاردة لما بقفل السيروتونين ريسبتور بيضاف إلى شغله از أنتي سايكوتيك دراج. الريسبتور التالت اسمه هيستامين ريسبتور. بتاع مادة اسمها هيستامين. الهيستامين ده برضه من الحاجات اللي فقدت بقى في المديول اللي فات بتاع سنة أولى. بس الهيستامين ده ليه أربع أنواع من الريسبتورز. خلاص؟ سيبك من الرابع وسيبك من الثالث وسيبك من الثاني كمان اسمه H2 ده موجود في المعده بيطلع حمض خلاص مش مهم. وفي اهم واحد فيهم اسمه H1 خلاص. ال H1 ده لما يشتغل يعمل لك اعراض حساسيه. لما يطلع هيستامين يشغل ال H1 يعمل لك اعراض الرجي خلاص ويخلي الواحد مصحصح. ال H1 في البرين ده لما يشتغل بالهيستامين بتاع المخ يخلي الواحد مصحصح كويس. النهارده الدواء بتاعنا ده بيقفل اتش 1 يبقى هو عمال يقفل اهو مش كده. قفل دي 2 وقفل سيروتونين وبعدين دخل كمان على الاتش ريسبتور قفل اتش 1 عمل كام حاجه بالله عليك بقى. قفلنا الاتش 1 الاتش 1 دي كانت بتعمل لي الرجي يبقى لما اقفلها انتي الرجي صح. والاتش 1 لما كانت بتشتغل كانت مصحصحاني عامله لي حاجه اسمها الرتنس. الرتنس يعني منتبه ومتيقظ. قفلتها فيحصل لي حاجه اسمها سيديشن. اي عيان بياخد انتي هيستامينك من القدام ده بص ليه مدروخ ونايم. والكلام ده مش جديد. الكلام ده سمعناه في جزء الهيبنوتكس فاكر جزء الادويه المنومات قلت لك في سيديتنج انتي هيستامينكس بتاع الجيل القديم كانت بتنيم. ده من ضمنهم ده شبههم. يبقى قفل الاتش 1 عمل لي سيديشن وعمل لي انتي الرجيك اكشن. طب قفل ايه كمان؟ دخلنا بقى على الاوتونوميك. قفل ريسبتور اسمه ماسكارينيك ريسبتور. ماسكارينيك بالتالي برضو الناس اللي حضرت معانا من اول الموضوع صح
فاكرين ان اشهر دواء يقفل كل انواع الماسكرينك هو الاتروبين. وبالتبعيه بقى اي دواء بيقفل ماسكرينك يتقال عليه انتي ماسكرينك صح، يتقال عليه انتي كولينرجيك صح، ويتقال عليه اتروبين لايك. اتروبين لايك خلاص. من النهارده بقى يا جماعه عشان مفيش وقت للتعويض بعد كده، مجرد ما تسمع ان الدواء الفلاني ليه اتروبين لايك اكشن توقع خمس اعراض جانبيه سهله على طول كده. نمره واحد تاكي كارديا. اي دواء اتروبين او اتروبين لايك يزود ضربات القلب. مش صاحبتك والله اقول لك ان انت المفروض سمعت الكلام ده. فاكر اول ما بدانا كده المدير بتاعنا قالوا لنا اوتونوميك والحق وبتاع، فقلنا كلمتين. فاكر في ريسبتور اسمه ام 2 على الهارت، لما كان بيشتغل كان بيقلل ضربات القلب صح، لما تقفله العكس يحصل على طول زياده ضربات القلب. طيب نمره 2 بيعمل حاجه اسمها دراي ماوث. اكتر دواء ينشف الريق في الدنيا الاتروبين. ليه بقى؟ السليفري جلان فيها ريسبتور اسمه ام 3، لما بيشتغل بيفرز لعاب، بيفرز ميه، يبقى لما تقفله الميه تنشف اسمها دراي ماوث. نمره 3 بيعمل بلاوي في العين، بيعمل كتير قوي حاجات في العين، بيعمل حاجه اسمها ميدريزس، يوسع حدقه العين. الحدقه العين الواسعه دي تعمل حاجه اسمها بليرد فيجن، عشان لما تقراها في الكتاب او المذكره بليرد فيجن معناها رؤيه مزغلله، رؤيه مش واضحه. بيضيع حاجه اسمها اكوموديشن تو نير فيجن، مش مهم قوي دي، بيخليك مش قادر تقرا الحاجه القريبه. المهم بالنسبه لي بقى انه بيعلي الانترا اوكيلر بيعلي ضغط العين صح، تبقى كارثه لو اديته في عيان عنده جلوكوما، هيعلي ضغط العين فجاه. والمشكله ايه لما يعلي ضغط العين؟ يبوظ العصب بتاع الابصار، فالعيان يجي له بلايندنس، يجي له عمى، فخطر جدا انك تديه لعيان عنده جلوكوما. نمره 4 بيعمل حاجه اسمها كونستيبيشن، بيعمل امساك شديد جدا للاتروبين، ده بيقلل حركه الامعاء وبينشف السكريشن، وبيعمل حاجه اسمها يورين ريتنشن. يورين ريتنشن. يبقى النهارده وانا بذاكر كده متوقع بقى ان الدواء ده بما انه شبه الاتروبين فمن الاعراض الجانبيه بتاعته انه هيعمل الخمس حاجات. حد يعرف يقول لي مين العيان بقى اللي ممنوع ياخد الدواء ده او ممنوع ياخد اتروبين او اي دواء شبه الاتروبين؟ اثنين ما فيهمش انفصال، الجلوكوما والناس لا انا موافق الهارت مش عارف ايه اللي عنده بروستاتيك هايبرتنسيف، الناس الكبار في السن، الرجاله اللي مع السن عندهم غده البروستات تضخمت، السكه عندهم بتاعت اليورين اصلا مقفوله ما بيعرفش يتبول، تعالى بقى اديله اتروبين يبقى انت ريحت المثانه وقفلت محبس البول زائد البروستات اللي خانقه على الدنيا دي، يجي له اكيوت ريتنشن اوف يورين. يبقى الاثنين دول ممنوع. ودي على فكره حاله كنت بحكيها سنة ثالثة قديم، كنت لسه بشرحهم الاتروبين. أنا شفت مريض مش أنا اللي كنت عملته، يعني في بلاوي أنا عملتها بعترف لكم بيها أول بأول، وفي حاجات أنا ما عملتهاش سمعت عنها وشفتها كويس. كان راجل كبير في السن قوي وكان جاله اكتئاب. في بعض أدوية الاكتئاب ليها اتروبين لايك أكشن، إن شاء الله الحصة الجاية كويس. في بعض أدوية الاكتئاب ليها أكشن شبه الاتروبين. فراح لدكتور الأمراض العصبية كتب له دواء من دون عشان يعالج الاكتئاب. العيان دخل في أكيوت ريتنشن أوف يورين، دخل في احتباس فجائي للبول، ونقلوه المستشفى وعملوا له فتحه كده عشان يدخلوا قسطره وشغلانه، لان دكتور الامراض العصبيه نسي ان الانتي ديبريسنت ليه اتروبين لايك اكشن. خلاص يبقى عرفنا كده شغله على مستوى الماسكرينك، كلها بلاوي كلها اثار جانبيه. كله بيقفل الماسكرينك دي ما هياش حاجه مفيده الحقيقه خالص في هذا الشخص اللي عنده سايكوزس. ده كام ريسبتور اتقفلوا كده نعد مع بعض معلش، هنخلص يعني بسرعه ان شاء الله النهارده. دي 2 دي 2 سيروتونين وماسكرين صح؟ دول احنا قلناهم الدي واتش 1. عرفنا الدي 2 انتي وانتي، انتي سايكوتيك وانتي ايليت، بس جاب لي اعراض باركنسونيزم وعلى برولاكتين. دي اهم حاجه، علل البرولاكتين. قفل تمام، قفلنا الاتش 1 عملنا سيديشن بس كان ليه اكشن كانتي الرجيك يفيدني لو عندي حساسيه. قفلنا السيروتونين يبقى اشتغل شغل اضافي كانتي سايكوتيك. قفلنا الماسكرينك حصل كل البلاوي دي. الريسبتور اللي بعد كده اللي بيتقفل اسمه الالفا 1. الفا 1 ريسبتور. برضه بما ان مفيش اوتونوميك سهله والله ان شاء الله. الفا 1 ده طول ما هو شغال ما
بيعمل فازو كونستريكشن. طول ما هو مفتوح يضيق الشعيره. خلاص فازو كونستريكشن دي تعمل ايه في حاجه اسمها توتال بريفيرال ريزيستنس. توتال بريفيرال لما ضيق الشعيره يحصل ايه في المقاومه الطرفيه؟ تزيد. لما تزود التوتال بريفيرال ريزيستنس يزيد الارتيريال بريشر. ده لما يشتغل. ده لما يشتغل الالفا واحد. معلومه بقى معرفش هتبقى بالنسبه لكم جديده ولا قديمه. لما الضغط يعلى بتحس بيه خلايا عصبيه اسمها بارو ريسبتورز. سمعتوها في الفسيولوجي لسه؟ بارو بارو يعني بريشر. بارو كده بالمعنى الحرفي معناها ضغط، وريسبتور معناها بيستقبل الضغط. خلايا عصبيه موجوده في الشرايين الكبيره الاورطة والكاروتيد، ربنا خلقها عشان تظبط ضغطك. لما تلاقي ضغطك عالي تروح عامله ريفلكس تقلل الهارت ريت. سهله. كل ما تلاقي الضغط عالي تبعت للمخ، والمخ يبعت للهارت، والمهم في الاخر ضربات القلب تاني. كل ما عالي الضغط لو التغيير في الضغط بالعلو ضربات القلب تاني. بيسموها ريفلكس براديكارديا. ريفلكس براديكارديا صعبه. ريفلكس ده مش شغل مباشر، شغله عن طريق ريفلكس ده عن طريق اللفه دي، وبرادي معناها ضربات القلب بتاعي. طيب فهمنا؟ طب قول لي بقى الدواء بتاعنا النهارده بيقفل الفا واحد. يلا اتفضل بقى كمل. بيشتغل كالفا بلوكر. بيتعمل بازو دايلاتيشن. يبقى قلل توتال بريفيرال ريزيستنس، يبقى قلل ارتيريال بلاد بريشر، يبقى عمل ايه في القلب ان شاء الله؟ تاكي كارد. مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. يبقى اسمها ريفلكس تاكي. وصلت يا شباب؟ يبقى الدواء ده بيشتغل كانه الفا بلوكر بالظبط. الدواء ده كانك بالظبط اديت دواء بيقفل الفا واحد. فعمل هايبوتنشن، وبعد الهايبوتنشن يحصل ريفلكس تاكي كارد يعني. طيب معلومه اخيره بقى. لما اقفل الالفا واحد في الفينز، هي الالفا واحد في الاورده بتعمل عادي، بتعمل كونتراكشن صح؟ فتخلي الدم يرجع ناحيه القلب صح كده؟ طب لما تقفل الالفا واحد في الفينز الدم ما يرجعش للقلب مش كده؟ هيتجمع في الاورده. يبقى معناها ان الكارديك اوتبوت اخباره ايه؟ انت ما رجعتش دم كفايه للقلب. فلما يجي يضخ دم هيضخ دم قليل، فالضغط يحصل فيه ايه؟ دي يسموها يا جماعه بوستورال هايبوتنشن. لما يوقف بالظبط يكون نايم كده ما عندوش مشكله خالص، يجي يقف. كلنا لما نقف الجاذبيه بتجمع دم في الاورده، فالسيمباتيتك بتاع سيادتك يروح مشغل الالفا واحد بتاعت الفينز، يعمل فيها فازو كونستريكشن عشان يلحق يرجع الدم على القلب عشان ضغطي ما يقلش. طب انت النهارده مدي دواء قافل الالفا واحد، العيان كان نايم كويس اهو، جه وقف، الجاذبيه جمعت الدم، كان المفروض مين اللي يشتغل؟ الالفا واحد. الالفا واحد النهارده بقى مقفول بسبب الدواء اللي اسمه كلوربرومازين، فيفضل الدم متحوش في الرجلين. فاللي راجع على الهارت قليل بنسميه فينا سيرتور، فاللي طالع في الدم بعد كده قليل اللي بنسميه كاردياك اوتبوت، فلازم محصله الضغط هتقل. يبقى مع بعض بقى كده ان شاء الله، كلوربرومازين ايه تاثيره على الدوره الدمويه؟ يعمل ايه في القلب؟ شاطر قوي بقى يقول لي ان ليها تفسيرين. واحد بالام ماسكلينك وواحد ايوه برافو عليك. التاكي كارديا ليها سببين، الدواء ده من شويه اتروبين لايك صح فاكرين؟ والاتروبين بيعلي ضربات القلب. ادي سبب. السبب الثاني انه لما وسع الاورده والشرايين الضغط قل، ولما الضغط قل حست بيه البارو ريسبتورز فبعتت اشاره تعلي ضربات القلب. يبقى الدواء ده بيعمل تاكي كارديا من النوع المحترم عن طريق الفا بلوكر وعن طريق الفاسكارينيك بلوكر. خلاص يبقى ده شغله على مستوى الكاردي فاسكولار سيستم. كام ريسبتور معلش هدي معايا كده؟ دي 2 سيروتونين سابين ماسكارينيك الفا صح؟ خمسه كده، خمسه اتقفل. اخر ريسبتور بيتقفل بقى في المجموعه بتاعتنا دي اسمه نيكوتينيك. نيكوتينيك كويس؟ برضه باعتبار ان احنا اعفى بالاوتونوميك افكرك ان كان في نوعين من النيكوتينيك. شرحناهم برضو اول الترم تاني. كان في نوع موجود على الجيليا وموجود على حته اسمها سوبرا رينال ميدالا سوري مش كده؟ اللي هو يسموه ان ان او يسموه احيانا ان جي. خلاص ده بتاع الاعصاب. وفي نوع تاني اللي درسناه بقى في الموديول بتاع سكيلتال ماسلز ان ان كويس؟ الدواء بتاعك ده بيقدر يقفل الاثنين. بيقدر يقفل كل انواع النيكوتين سواء ال ان ان او ال ان جي.
بما ان احنا ما خدناش اوتروميك فببساطه شديده جدا لما تقفل النيكوتينيك اوف ذا جانجليا يحصل تاكي كارديا ويحصل هاي بوتنشال. سهله لما تقفل النيكوتينيك ريسبتور بتاع الجانجليا بدون تفاصيل بقى عشان ما نخشش في سيمباتيتك وبارا والقصه المعقده دي. افتكر بس اي دواء يشتغل كجانجل بلوكر يعلي ضربات القلب ويوطي الضغط يعمل هاي بوتنشال يعمل فازو دايلاتيشن وبالتالي يعمل هاي بوتنشال. طب لما تقفل ده بقى ان شاء الله انتوا لسه فاكرين فاكرين مجموعه كان اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز. فاكرين نيورو ماسكولار بلوكرز كانت بتتقسم بمجموعه كومبيتيتيف فيها تيوبو كورارين واسامي بقى يعلم بيها ربنا بقى ميفاكيوريام واتراكوريام وفانكرونيام وريكورونيام وبيكيرونيام عدوا علينا والله. ومجموعه ثانيه اسمها ديكولارايزنج ما فيهاش غير دواء وحيد فريد اسمه ساكسينايز. خلاص ده بتاع النهارده ده بيشتغل كانه كوراري كانه تيوبو كوراري يعني قفل النيكوتينيك ريسبتور بطريقه اسمها كومبيت. طيب يعمل ايه في العضلات؟ انت اديت دواء قافل النيكوتينيك ريسبتور يعمل ايه في العضلات؟ صح يعمل ريلاكسيشن. العيان بقى مش هيجي يقول لك مش هيجي يقول لك انا حاسس بريلاكسيشن في عضلاتي هيقول لك ان في سكيليتال ماسل ويكنس مش قادر اعمل مجهود بدني لان انت قفلت الريسبتور اللي بيقوي العضلات اللي هو النيكوتينيك اللي سميناه ال ان ام ريسبتور. كده تقريبا خلص الدواء. اخر معلومه بس عشان يبقى خلصنا هو قفل سته ريسبتورز دلوقتي صح؟ قفل سته ثلاثه قفلهم بشكل قوي جدا. في ثلاثة ريسبتورز يقول لك عليه بوتنت بلوكر. يديك ليه؟ بالحلو والوحش اللي فيه. والسيروتونين والالفا واحد. دول اتقفلوا بشكل قوي جدا. وفي ثلاثة اتقفلوا بشكل أضعف. فاكرهم؟ ثلاثة اتقفلوا بشكل أقل شوية اللي هم ماسكارينيك والإتش واحد والنيوتيك. بنوعين بقى النيكوتينيك بتاع الجانجليا والنيكوتينيك بتاع العضلات كله اتقفل بس اقل شويه. يبقى دي خلاصه الكلوربرومازين از فارماكولوجيكال اكشنز مستنتجه بقى الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. صعب يا جماعه انا عارف انه صعب اكيد صعب بس يعني ان شاء الله يكون عدى على خير. استعمالات بقى ملهاش اشمعنى انتوا فاكرين حاجه في مش هنفتكره بس كان في حاجه زمان كده في الفارما في الجنرال اسمها افينيتي افينيتي حب قابليه ان يمسك في ريسبتور معين مش كده؟ هو بيمسك في دول بشكل قوي بيمسك في دول بشكل اضعف. ليها علاقه طبعا بشكله الكيميائي وليها علاقه بالريسبتور بقى شكله ايه والليج لوك اند كي ثيوري الكلام بتاع زمان بقى. المهم بس افتكرنا كده ان احنا الكلوربرومازين بسرعه كده هو اشهر دواء انتي سايكوتيك مش كده في المنهج يعني تيبيكال ولا اتيبيكال؟ تيبيكال المصدر بتاعه سينثيتيك الكيمياء بتاعته سميناها فينوثيرازينز الكايليتكس بيتاخد اورال وانترافينس يعدي بلاد بريد بارير والمصيبه انه بيعدي بلاسنتال بارير في الاتراتوجين اتكسر في الكبد ونزلت الميتابولايتس في اليورين والدنيا زي الفل. ميكانيزم اوف اكشن از انتي سايكوتيك. حد شاطر بقى ازاي بيعالج الفصام؟ بيقفل الدي 2 ريسبتور في حته اسمها ليمبيك سيستم وفرونتال كورتكس. ان اذر اكشنز بقى كلها اللي احنا حفظناها بقى قفل مين جامد وقفل مين ضعيف وهكذا. يلا استعمالات نمره واحد سايكوزس تريتمنت اوف سايكوزس. هنا بقى هتلاقي الاعراض غالبا مكتوبه فاكرينها؟ كان في اعراض اسمها بوزيتيف بوزيتيف ساينز اللي هي هالوسينيشن وديليوجنز ضلالات وايليوجن اوهام هيصلح دول كويس قوي. دوره بقى على النيجاتيف ساينز مش قوي ما يقدرش يعالج قوي السوشيال ويدرول ما يقدرش يعالج قوي التبلد بتاع المشاعر يعالج قوي الحاجات اللي فيها بوزيتيف ساينز. خلاص؟ استعمال نمره اثنين انتي ايماتيك. انتي ايماتيك يعالج القيء. وهنا معلش انا هضطر والله في حاجه قلتها الحصه اللي فاتت فيعني بما ان احنا ما حضرناهاش الحصه اللي فاتت هقول لك بس ازاي بيحصل قيء وهتلاقيها ان شاء الله موجوده في التسجيل بتاع الباركنسون. في عندنا مركزين في المخ مسؤولين عن النوزيا والقمع كويس؟ والاثنين موجودين في حته في البرين اسمها الميدلا كويس؟ سنتر فيهم سمعناه مليون مره اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون. هذا المركز عليه ريسبتور يهمنا النهارده اسمه دي 2 وعليه ريسبتور تاني السنه الجايه ان شاء الله ريسبتور اسمه سيروتونين نمره 3 اجله. المهم اللي موجود هنا دي 2 خلاص
ولازق فيه كده سنتر تاني يسموه فوميتنج سنتر. فوميتنج سنتر في ريسبتورز سمعناها بقى كتير قوي، ريسبتور اسمه ماسكارينيك وريسبتور اسمه اتش واحد بتاع الهستامين. خلاص انت عارف ليه بيحصل قيء؟ يعني لو سالتك كده ايه اسباب القيء المشهوره، يعني ليه الانسان ممكن يجيله نوزيا وبومت؟ لا عادي، لا انا عايزك تقول لي اسباب، اسباب كده الف لي ليه واحد ممكن يجيله غثيان وقيء. يعني صح، انفكشن او امراض في الجي اي دي مش كده، الحوامل عندهم مشكله القيء بتاع الحمل، الادويه. سمعت انت عن المورفين والمجموعه اللي كانت بتعمل قيء؟ في نوع بقى من القيء اسمه موشن سيكنس. موشن سيكنس اللي هو الدوار، كويس؟ اي سبب يا جماعه عشان نلم الموضوع بقى، اي سبب من اسباب القيء بيحصل فيه التتابع الاتي، بتيجي اشاره الكيمو ريسبتور تريجر زون ينشط، جايه بقى من الجي اي تي، جايه من مش عارف منين، المهم ماليش دعوه بقى، المهم الاشاره جايه للسي تي زد بقى نشيط. السي تي زد لما ينشط ينشط الفوميتنج سنتر، عشان كده اسمه تريجر. عارف التريجر دي بالترجمه الحرفيه معناها ايه؟ الزناد. لما تضغط على ده، ده يشتغل. خلاص ده كل اسباب القيء، ده يشتغل الاول وبعدين ده يشتغل، فيحصل بقى الشعور بتاع الغثيان او يحصل القيء شخصيا، ما عدا حاله واحده اسمها الموشن سيكنس دوار. كلكم عارفين ان شاء الله ان في المخ كده حاجه اسمها لابيرنث inner ear، السيمي سيركولار كانالز اللي بتديك شعور بالفايبريشن. صح، تعرف انت بتهتز ولا ثابت؟ الانر اير دي لما تشتغل مع الفايبريشن بتاع اي حاجه بقى، راكب طياره، راكب مركب، راكب عربيه، اي حاجه، اي حاجه فيها اهتزاز، بتبعت مباشره اشاره للفوميتنج سنتر. فهمت الفرق؟ بتبعت اشاره من هنا لهنا على طول من غير ما السي تي زد يتدخل، ملوش قيمه بقى، الاشاره جايه من هنا لهنا. لكن اي سبب تاني الاول ده يشتغل وبعدين ينشط. فهمنا يا جماعه؟ يبقى في التتابع بتاع النوزيا والفوميتنج، all causes of vomiting lead to نمره واحد stimulation of سي تي زد، هو نفسه بقى يروح عامل stimulation للفوميتنج سنتر. الاكسبشن بالنسبه لنا الموشن سيكنس، السي تي زد مش داخل في الريفلكس، اشاره جايه مباشره من الاذن الداخليه على المكان اللي بنسميه فوميتنج سنتر. في معلومه مش مهمه قوي النهارده مستقبلا بقى، رغم ان الاثنين جنب بعض، لكن البلد برين بارير يغطي ده ما يغطيش ده. فهمنا حاجه؟ رغم ان الاثنين في نفس المكان، لكن الغشاء او يعني الحاجز اللي هو حوالين البرين ده يغطي الفوميتنج ما يغطيش الدين. يبقى يعني الوصول لمين اسهل؟ الوصول لهنا اسهل ولا لهنا اسهل؟ للسي تي زد بقى بشاع، ده اي حاجه دخلت على الدم ممكن توصل له. لكن الفوميتنج سنتر ده محتاج شرط بقى ان يكون الدواء ليه سوليبل يقدر يعدي البلاد برين بارير. وصلت يا جماعه؟ هتلاقي بقى كتاب القسم كده والمذكره وكل حاجه يقول لك ان الدواء ده بيتاخد كانتي ايميتك ما عدا حالتين، ما عدا القيء اللي سببه الحمل. صح، برافو عليك. هو هيعالج بس على حساب تراتوجينيسيتين، يبقى يعالج كل اسباب القيء لكن اوعى تديه في الحوامل لان هو هيضر الجنين. النوع نمره اثنين اللي ما بيقدرش يعالجه الموشن سيكنس. يلا بص، لا بص على هنا ما تبصش عليا، ليه ما عالجش الموشن سيكنس؟ هو يعالج كل اسباب القيء لانه قوي هنا بيقفل هنا، صح؟ طيب على الموشن سيكنس ما عالجش ليه؟ لا بالعكس، ده بيعدي اكيد، ده هو كل شغله جوه المخ، صح؟ ده احنا عاملين نقول بقى كل ادويه تحس بتعدي شغله يا جماعه على الماسكارينيك وعلى الاتش واحد ضعيف جدا. فاكر من شويه التقسيمه كان في ثلاثه بيقسمهم بيقفلهم بشكل قوي وثلاثه ضعيف، الثلاثه الضعيف كان فيهم ده ماسكارينيك والاتش واحد، فلا يكفي لعلاج الموشن سيكنس، ما هوش كفايه، لازم ادويه متخصصه بقى ان شاء الله بعدين في الجي اي. خلاص يبقى هو يعالج القيء، وعرفنا مستبعد الفوميتنج اوف بريجنسي ومستبعد الموشن سيكنس. معرفش كتاب القسم كاتبها ولا لا، بس هو يعالج حاجه اسمها الهيكف. الهيكف او الهيكف اللي احنا بنسميها في مصر الزغطه. على جاي منين الاسم ده والله؟ اسمها بالمصري كده، اسمها باللغه العربيه الفواق. الفواق مش كده؟ وسموها ايوه ده هي دي. ايوه وسموها الحزوقه. بالظبط، وسموها الحزوقه. الحزوقه دي بقى بتاعت سبيس تون.
اول مره في حياتي اسمع كلمه الحزوفه دي كان الاطفال الصغيرين بقى عندي هم لسه اطفال يعني بيتفرجوا على سبيس تون. فجت في وسط الكلام كده يا الهي لقد اصيب بالحزوخه. بقيت فاكر مش فاهم بقى ايه الحزوخه دي بقى. افتكرت المرض خطير لقد اصيب بالحزوخه دي. الحق بقى طلع بقى الحزوخه دي هي ايه؟ الزغطه او الفوار. خلاص يبقى عرفنا كده انه بيعالج الهوك دي. كف على فكره الريفلكس بتاعه شبه ده الفوار في نفس الريفلكس. فعشان كده اللي يعالج الفوميتنج يعالج الحزوخه. شو ده يا فرام؟ بالظبط بيحصل صدم كونتراكشن بس بيبقى ليه سبب. يعني تيجي اشاره تروح للسي تي زد تروح للفوميتنج سنتر فيروح عامل كونتراكشن العنيف بتاع الدفرنت فانت بتوقف الريفلكس ده. يبقى ده بالنسبه لي كده استخدامه. بيستخدم في ساعات كده حاجه اسمها بري انستيتيك ميديكيشن. كمل ان شاء الله تكون عدت علينا. بري انستيتيك ميديكيشن ادويه بتعطى قبل العمليات قبل التخدير الكلي. فاكرين زمان بقى المورفين وكان في دواء احسن منه اسمه ميبريدين. سمعنا قريب عن البنزودايازيبينز كلها بتتاخد قبل الجراحه كويس. الدواء ده بيعمل ايه بقى في قبل الجراحه؟ على الاقل بيعمل سيديشن صح، بيخلي الواحد كده مسترخي وهادي عشان ينام كويس ويمنع القيء ويعمل حاجات لطيفه قوي كلها مطلوبه اثناء العمليه. اخر استعمال بيستخدم جوه اوضه العمليات مش عشان حاجه غير ان هو هايبوثيرميك بيقلل حراره الجسم. عارف بقى لما تقلل حراره الجسم دي معناها انك بتقلل الميتابوليزم بتاع الجسم. فلما ادخل اوضه العمليات، العمليات بقى الطويله عمليات المخ والاعصاب وعمليات تغيير الشرايين بتاعه القلب عمليات بتقعد بالساعات، كل ما قللت البيزل ميتابوليك ريت كل ما قللت استهلاك الاكسجين. ما تخليش العيان محتاج اكسجين كتير، مش محتاج ادويه كتير، مش محتاج ادويه تخدير كتير. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ يبقى بقلل البودي تمبرتشر عشان اقلل الميتابوليزم بتاع الجسم عموما بما فيها الاكسجين كونسومشن واستهلاك الادويه وغيره. يبقى ده استعمال يعني ما عادش مهم قوي لكن موصوف في الكتاب عندنا يسموه هايبوثيرميك ايجنت. كده خلصت الاستعمالات. العيوب اؤكد لسيادتك ان معظمها اتقال بس عشان ابقى ماشي كده بقى زي الكتاب والمذكره. اول عيب مشاكل على السي ان اس. كتاب القسم مركز قوي على السيديشن، مركز قوي ان الدواء بيعمل سيديشن كويس. انا مش معترض والله هو بيعمل سيديشن. حد يقدر يقول لي سبب السيديشن؟ هيستامين. طيب انت لسه قايل لك حالا ان هو شغل على الهيستامين. طيب دور سبب السيديشن ده. المعلومه ليك والله يا جماعه عشان انتوا شاطرين كده ان شاء الله وحلوين. سبب السيديشن ان انت عطلت شغل الدوبامين والسيروتونين والاسيتايل كولين في البرين. وهيستامين طبعا الحاجات دي كلها بتصحصح. يعني الدوبامين في البرين ينشط، السيروتونين في البرين ينشط، الهيستامين ينشط، الاسيتايل كولين، كل ده حاجات بتخلينا نصحصح. انا هننام اهو بس الحاجات دي خلينا نصحصح كويس. انت قافل كل الريسبتورز دي، مش انت قافل دوبامين وسيروتونين ومسكرينك وهيستامين، فعشان كده بيعمل شعور فظيع بالسيديشن. يبقى السبب بقى بيننا وبين بعض كده ما هواش فقط هيستامين، لان هو الحقيقه على الهيستامين شغله ما هواش عالي قوي عشان قفل كل مجموعه المونو امينز اللي احنا اتفقنا عليها. طيب بيعمل ايه كمان بقى في السي ان اس؟ بيعمل حاجه اسمها اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز. شكلها ايه الاكسترا بيراميدال دي؟ والله لو هي فيها كل الاعراض يبقى اسمها باركنسون صح؟ ويسموه اياتروجينيك ان جه بسبب الدواء. تعالى بقى هنا على سؤال مشهور جدا جدا زمان بقى في الشفوي. عيان عنده سايكوزس بتاع النهارده ده، فقررت تديله كلوربرومازين غصب عنك. الكلوربرومازين ده زي ما قفل الدي 2 في الليمبيك سيستم وصلح مشكله الفصام، قفل الدي 2 في البيزل جانجليا وجاب لي باركنسونزم. اعمل ايه بقى ساعتها؟ How to treat this patient. انا قافل، ايوه تعالى بقى نفكر، انا قافل الدي ريسبتورز في البيزل جانجليا فعامل لي اعراض باركنسونزم صح؟ ينفع ساعتها اديله ال دوبا اللي هو بيعالج اصلا الباركنسونزم؟ ينفع؟ لا، ما هو ال دوبا ده هيتحول لدوبامين. يجي الدوبامين يشتغل يلاقي الدواء الانتي سايكوتيك قافل له الريسبتور، يبقى مش نافع ال دوبا. حل ان شاء الله ما نكونش نسينا الباركنسونزم، دوبامين قليل واسيتايل كولين. الدوبامين مقفوله، يبقى الحل اللي قصادك عشان ترجع التوازن ايه؟ اقفل اسيتايل كولين ريسبتور، اقفل ماسكرينج.
هتسمع ان شاء الله بقى لما تيجي تبص على الحصه اللي فاتت هتلاقي فيه ادويه اسمها انتي كولينرجيك دراجز، وكانوا اثنين او ثلاثه اولهم حرف البي، دواء اسمه بنزتروبين بديل الاتروبين، ودواء اسمه بنز هيكسول، ودواء اسمه بايبريدين. دول بقى ساعتها اللي اقدر استخدمهم هيجيبوا نتيجه ومش هياثروا على السايكوزس، صح؟ ما انت لو اديت ال دوبا هتصلح الباركنسونيزم وهتبوظ السايكوزس اكتر. فالحل اللي قصادك انك انت تعمل توازن عن طريق انك تقفل المسكرينيك سيستم. وصلت يا جماعه؟ يبقى ده عيب من العيوب المشهوره قوي. غير بقى كلمه باركنسونيزم هتلاقي مكتوب حاجه بنسميها اكاثيزيا، صح؟ اكاثيزيا. اكاثيزيا يقولوا عليها persistent restless movement، العيان طول الوقت عنده حركه متكرره. اشهر حركه ان هو يقعد يهز رجليه، يقعد يهز رجليه طول ما هو قاعد كده عمال يهز رجليه، ما يقدرش يسيطر عليها. حركه لا اراديه فيها نوع من يعني الشغل مش مظبوط في الاكسترا بيراميدال. طالما هي حركه مستمره وغصبا عن العيان ما بيحسش بيها حتى ما بيبقاش مدرك ليها، بيبقى اسمها اكاثيزيا. لما ترجع ان شاء الله تذاكر وتبص على الباركنسونيزم هتلاقي ان كان في حركه تانية لا اراديه جايه ان شاء الله كده يسموها كوريا، مش مهم بقى. المهم بس افتكر النهارده هي نوع من انواع الحركات اللا اراديه زي التريمورز زي الرعشه، اسمها اكاثيزيا، يسموها ريستلس موفمنت، ودايما تيجي في الرجلين. حتى يسموها الاسم حتى بيقول لك انه جاي من اللغه اللاتينيه معناها ان ابيليتي تو سيت، العيان بيبقى مش قادر يقعد طول ما هو قاعد عمال يهز رجليه كده فيقوم يقف بقى ويمشي عشان ما يحصلش عنده الحركه اللا اراديه. ده المقصود بكلمه اكاثيزيا. ممكن يكون شكل الاكسترا بيراميدال حاجه اسمها اكيوت ديستونيا. انا عارف طبعا الصدمات دي، بس اكيوت دي معناها ايه؟ حاد. طيب وتونيا معناها ما في تون. وديس دي واي اس معناها ابنورمال. ديس لوحدها كده في اي حاجه قبل اي كلمه يبقى معناها غير طبيعي. اللي بيحصل ايه في العيان ده؟ بيحصل عنده سبازم بيزيد او التون بتاع مجموعه من العضلات، بيحصل تقلص شديد في مجموعه من عضلات الجسم. مشهوره جدا بتيجي في الرقبه، تلاقي العضلات بتاعت العيان اللي بياخد دي تو بلوكر ده عضلات الرقبه كده يحصل فيها تقلص، فهي العيان تلاقيه ماشي كده رقبته مربوحه، رقبته مع ستيفنس، صح؟ نوع من انواع التصلب بتاع العضلات. ده معناها ان حصل عنده مشكله اكسترا بيراميدال. يبقى ممكن بقى الدواء لما يقفل الدي 2 يا اما يعمل باركنسونيزم تماما نفس الاعراض، يا اما يعمل اكاثيزيا، عرفناها حركه لا اراديه مستمره بالذات في الرجلين، يا اما يعمل تصلب في بعض العضلات يسموها اكيوت ديسفونيا. في كل هذه الحاجات او لو قدرت تقلل الجرعه شويه ماشي، ما قدرتش يبقى ادي دواء انتي ماسكرينيك، المجموعه الثانيه بتاعت علاج الباركنسونيزم. العيب اللي ما قلناهوش بقى في وسط الكلام بتاع الجدول ده من الاثار الجانبيه المشهوره جدا في الدواء ده، بيعمل حاجه اسمها تاردف ديسكاينيزيا. قربتوا تنهاروا مش كده من المصطلحات دي. تاردف ديسكاينيزيا برضو للاسف انا كنت يعني اتمنى ان تكونوا خدتوا او يعني ذكرتوا الباركنسونيزم قبلها، بس مش مشكله. العيان اللي عنده باركنسونيزم، سيبك من بتاع النهارده، العيان اللي عنده باركنسونيزم عنده ايه في الحركه الاراديه؟ سهله ولا بطيئه؟ صعبه ولا اخبارها ايه يعني؟ صعبه مش كده؟ كان اسمها برادي الاعراض كده، كان اسمها بطء في ان هو يعمل حركه اراديه. ولما الباركنسونيزم يبوظ الدنيا خالص يسموها ايكاينيزيا. حرف الايه ده معناها ان مش قادر اتحرك خالص، كويس؟ بص بقى على دي اسمها ديسكاينيزيا. المره اللي فاتت لما ادينا عيان الباركنسونيزم اللي دوبا وبدا الدوبامين يعلى قوي في البرين، بدل ما كان عنده صعوبه في الحركه بدا يعمل حركات لا اراديه. سميناها كده، سميناها ديسكاينيزيا. فهمنا يا جماعه؟ يبقى العيان الباركنسونيزم لوحده عنده برادي، او في اسوء الظروف عنده ايكاينيزيا. لما تيجي تعلي دوبامين في البرين وتعالج الباركنسونيزم، الدوبامين اللي عالي زياده عن اللزوم ده يعمل له حركات لا اراديه. كان اسمها كوريا المره اللي فاتت، او اثيتوزس، خلاص؟ حركات لا اراديه. طيب المفروض الدواء بتاع النهارده ده يعمل كده؟ يعني المره اللي فاتت حصلت عشان دوبامين عالي، انت عمال تدي ال دوبا بيديك في المخ دوبامين، فعمال يعلى الدوبامين، بدل ما كانت الحركه صعبه قوي بقت الحركه سهله زياده عن اللزوم، فبدا يعمل حركات لا اراديه. هل ينفع الدواء بتاع النهارده يعمل كده؟ لا بالعكس، ده الدواء ده بيقفل الدي 2، صح؟ فاهمين يا جماعه؟ الدوبامين كان بيشغل الدي 2، فلما عالي قوي عمال لي اعراض
بتاعت حركات لا اراديه مش كده؟ طب ازاي بقى الدواء بيقفل الدي 2 يعمل نفس الاعراض؟ عارفين قانون في الفارما بتقفل ريسبتور فتره طويله يحصل حاجه اسمها ابريجريشن. فاهمين القانون ده؟ يعني لما تعرض الريسبتور للبلوكر فتره طويله كويس الجسم بيعوض يزود عدد الريسبتورز ويخليها مور سنسيتيف، يزود النمبر اوف ريسبتورز ويخليها اكتر احساسا بالاجنس اللي بيشتغلها. فاي شويه دوبامين في البرين يبقى رد فعلهم عالي جدا. ليه بقى سموه تاردن؟ كلمه تاردن دي معناها بتحصل على المدى البعيد، ما بتحصلش بدري. لما العيان يقعد فتره كبيره ياخد الدواء ساعتها الدي 2 مقفوله فيحصل ابريجوليشن فيحصل الاعراض الجانبيه على شكل ديسكايز. يبقى دايما دي مرتبطه بلونج يوز اوف ذا دراج سموه كرونيك يوز. كتاب القسم كاتب لك ملهاش علاج ماشي، هي علاج انك تقلل الجرعه شويه اذا قدرت، وكاتب بريفنتد بدواء اسمه ليثيوم. الليثيوم مش علينا السنه دي، الليثيوم دواء بيظبط المزاج بتاع الناس اللي عندهم باي بولر. حكينا مره كده قصه العيان اللي بقى مكتئب وتيجي تعالج يروح قالب منك الناحيه الثانيه يجي له اعراض جنون كويس. الليثيوم ده من الدواء اللي بيظبط الحاله المزاجيه دي. النهارده بيقال ان هو بيمنع حدوث التاردف ديسكايز يعني، ومش علينا فيه تفاصيل بقى خلاص. يبقى ده بالنسبه لي كده من الاثار الجانبيه المشهوره على السنترال نيرفس سيستم. العيب اللي بعد كده فاكرين حاجه في انا اسف السؤال والله، يعني هو انا عارف انتوا مش فاكرين بس يعني مش هينفع اسال غير كده. في حاله عدت علينا في المنهج اسمها مالجنانت هايبرثيرميا. اسهل مع لا مع المورفين مالج ولا برضه احنا نقعد ندور حد ما ننشن على الدواء الصح ان شاء الله. مش اسبرين ولا مورفين ولا اتروبين ايوه صح ساكسينايكولين. ايه بقى كانت مالجنانت هايبرثيرميا دي؟ انا شرحتها والله كده وبعرف فيها وقت حلو. يعني مالجنانت هايبرثيرميا رد فعل غير طبيعي بيحصل نتيجه جينيتك ديفكت في العيان. رد فعل مش بيحصل في كل البشر، رد فعل غير طبيعي بيحصل في ناس معينه لان عندهم خلل في الجينات. اللي بيحصل ساعتها لو تفتكر ساكسينال كولين ده المفروض ان هو سكيليتال ماسل ريلاكسنت صح؟ اديني العيان ابص الاقيه زود قوي خروج الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم بتاع العضلات. يخلي الكالسيوم بيطلع بشكل اعلى من اللازم. طب ايه المشكله لما يطلع كالسيوم؟ هيعمل ايه في العضله؟ سباز. ويعمل ايه في الحراره؟ يعلي الحراره. ليه سموها مالجنت؟ ما هياش سرطان، سموها مالجنت لانها بتموت، لانها فيتال. فيقول عليها كده مالجنت هايبرثيرميا. حصلت زمان بسبب دواء اسمه ساكسينايكولين عشان العيان عنده خلل وراثي. سهل كده؟ كان علاجها بقى لو تفتكر ان شاء الله دواء اسمه دانترولين بيتحقن في الوريد. مفيش. طيب الدانترولين ده كان بيمنع خروج الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم. مش هو مشكلتنا كده؟ الكالسيوم عمال يطلع من المخزن بتاعه فيولد حراره ويعمل سباز. ادي دواء يمنع خروج الكالسيوم. دواء اسمه دانترولين بيتاخد في الوريد. ايه علاقه الكلام ده بالنهارده؟ هي نفس الحاله بالظبط. بتحصل في بعض الاشخاص اللي عندهم جينيتك ابنورماليتي لما ياخدوا الادويه بتاعتنا اللي اسمه كلوربرومازين ده يطلع عنده كالسيوم كتير من العضلات ويعمل سبازم في العضلات ويعمل حراره عاليه. مش بيسموها بقى هنا مالجنانت هايبرثيرميا، بيدوها اسم تاني مع ان هي نفس الاعراض ونفس الاسباب. يسموها نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم. على مهلنا بقى، هي ليه سموها نيوروليبتيك؟ لان الادويه بتاعتنا اذا كنت نسيت يعني اسمها نيوروليبتكس. الدواء اللي بيعالج الفصام اسمه نيوروليبتيك دراج. ومالجنانت سيندروم لانها ممكن تموت. خلاص يبقى نفس الاعراض ونفس العلاج وكل حاجه بس هناك كان السبب ساكسينايكولين، السبب هنا كلور بروبازين. يبقى ده من الاعراض المشهوره جدا في مجموعه النيوروليبتيك مالجنانت سيندروم. بتوع الامراض العصبيه لما الاقي العيان حصل له كده بيخوف بيخافوا خوفا شديدا ان غالبا العيان ده بيموت ما تلحقوش. ده بالنسبه لشغله على مستوى السي ان اس. في عيب تاني بقى هقوله لك وانت ان شاء الله هتفتكر. لوورز ذا سيجر ثريشولد. لوورز ذا سيجر ثريشولد يعني ايه؟ يعني بيخلي الخليه العصبيه اكثر استثارا. فممكن العيان يجيله نوبات صرع. سمعناه زمان في المورفين، فاكر؟ جدول المورفين كده كان في حاجات انهبيتوري وحاجات اكسيتاتوري. كان من ضمن الحاجات الاكسيتاتوري يقول لك المورفين ممكن يعمل نوبات تشنج. لانه كان بيعمل كده. لوورز
ده سيجر ثريشولد، يخلي بؤره الصرع اكثر نشاطا فممكن يعمل نوبات من الابيليبسي. يبقى ده بالنسبه لنا كده الاكشن بتاعته على مستوى السي ان اس. دي الحاجات الغريبه. الحاجات التانية بقى انت قولها لي بقى، فكرني كده. برولاكتين عالي صح؟ يبقى عمل جينيكوماستيا وانفرتيليتي في الرجاله، وفي الستات عمل جالاكتوريا امينوريسيا. عمل ايه في الابيتايت؟ زود، وبالتالي زود الوزن. عمل ايه في الحراره؟ قلل الحراره. يبقى كل الكلام ده اتقال قبل كده. فكرني بقى لما قفل الماسكرينك عمل ايه مشاكل؟ اتروبين لايك، خمس حاجات. يلا بقى نحفظهم بقى زي ما تحب، يعني ابدا باي حاجه. تاكي جارد صح؟ دراي ماوث، العين هيحصل فيها بليرد فيجن، والاسوء من كده ضغط العين هيزيد. كونستيبيشن ويورين ريتنشن. لما قفل الالفا فاكر؟ لما قفل الالفا عمل فازو دايلاتيشن فعمل هايبوتنشن، ولما غيرت وضع جسمي ضغط قل فسميناه بوستشرال هايبوتنشن. ضربات القلب هتزيد بالريفلكس، اتفقنا خلاص ان التاكي جارديا ريفلكس واتروبين لايك. عمل سيديشن لمليون سبب بقى قلناهم قبل كده مش كده؟ إيراتوجينيسيتي عرفناها من اول الحصه، بيعدي البلاسينتا وبيعمل تشوهات في الجنين، عشان كده ممنوع في الفوميتنج اوف بريجننسي. الحاجات الغريبه بقى شويه الالرجي، زي اي دواء ممكن يعمل الرجي، بس الالرجي بتاعته شويه مختلفه. بيعمل حاجه اسمها اجرانيولوسايتوزس. اجرانيولوسايتوزس يعني ايه؟ هي جرانيولوسايتس هي الوايت بلاد سيلز. كلمه جرانيولوسايتس هي كرات الدم البيضاء. اجرانيولوسايتوزس معناها مفيش، بيهبط نخاع العظم فبيخلوش يطلع وايت بلاد سيلز. بيعمل حاجه اسمها هيباتايتس، يعني نوع من التهاب في خلايا الكبد تلاقي العين اصفرت كويس. ويعمل حاجه اسمها كوليستاتيك جوندس او كوليستاتيك هيباتايتس. حد عارف معناها؟ هي كل لوحدها دي سي اتش او ال اي معناها بايل، معناها بايل، عارفين البايل العصاره الصفراء. وستيزس معناها بالعربي ركود. البايل ده المفروض ان هو بيتصنع في الكبد وينزل على المراره على الانتستين. لما الكبد يحصل فيه التهاب البايل بيتراكم، يحصل فيه نوع من الركود، فتلاقي العين يصفر وجهه كده يصفر وعينه جوندس. تمام خلاص. يبقى ده من العيوب المشهوره جدا بتاعت الدواء. ممكن بقى يعمل الرجي، يعمل سكين راش، يعمل مش عارف ايه ماشي. لكن الحاجات المميزه افتكر بقى الهيباتايتس والكوليستاتيك جوندس ومشكله الاجرانيوسايتوزس. ايه بقى كلمه فوتو سنسيتيفيتي دي؟ يعني تقريبا اول مره ان شاء الله تعدي عليها. ايوه دي ترجمه حرفيه، حساس للضوء كويس. زمان والله الواحد برده مش شر والله ولا حاجه، بس كنت يعني تنكش كده الطالب تقول له يعني ايه فوتو سنسيتيفيتي في الشفوي، يقعد بقى يفتي بقى يقول لك حساسيه للضوء. يعني ايه يا ابني حساسيه للضوء؟ يعني الضوء بيضايقني يا دكتور. يعني ايه يا ابني الضوء بيضايقني؟ يعني انا بطلع في الشمس مش عارف بيحصل لي ايه. ونقعد بقى نفتي كلمه فوتو سنسيتيفيتي معناها هيطلع بقع على الجلد لما اخد الدواء واتعرض لضوء الشمس. ملهاش اي علاقه بقى بعيني وجعاني وعيني بتحرقني وعيني بتلسعني، مفيش الكلام ده خالص. هي معناها سكين راش، طفح جلدي لما اخد الدواء واتعرض لضوء الشمس. ده المقصود بكلمه فوتو سنسيتيفيتي، يعني نوع من انواع الالرجي، بس محتاج عشان تبان اشعه الشمس. هو ده الانديوسر بقى، هو ده الحاجه اللي بتخلي يحصل التفاعل بتاع الحساسيه. يبقى ده من اشكال الالرجي الغريبه شويه. اعتقد اخر عيب فيهم بقى هي حاجه مش كومن قوي بس مصيبه سودا لو حصلت، يعني حاجه اسمها كورنيال ولينس اوباسيتي. كورنيا بالظبط، القرنيه لازم تكون شفافه عشان تعدي ضوء، والعدسه كمان لازم تكون شفافه عشان اشوف. ساعات الدواء ده بيحصل نوع من برضو التفاعلات شبه الحساسيه شويه بس بشكل عنيف، فبيحصل عتامه، بيحصل ترسيب على القرنيه وعلى العدسه، فده ممكن مع الوقت يضيع الابصار. يبقى ده بالنسبه لي كده الادفيرس افكتس بتاعت الكلوربرومازين. نسينا حاجه بقى في الحاجات الكتير دي يا جماعه؟ حد كده يفكرنا لو في حاجه اتنست في السكه. انا لا سلاته مصر بيكنس قلناها بقى، احنا بنتكلم عن النيكوتينك مش كده؟ قفل النيكوتينك بتاع العضلات فيعمل شعور بالضعف بتاع العضلات كله. دراج انتراكشنز بقى، الدواء ده مكتوب عنده كده حاجتين دراج انتراكشنز مشهورين. اولا بيزود شغل ادويه اخرى بتعمل زي، يعني اقول لك مثال. نعم هايبر برولاكتينيميا مش قلناها كتير بقى؟ ايه هي؟ زياده البرولاكتين اللي عمل جينيكوماستيا ومش عارف ايه.
الدراج انتراكشن الدواء ده بيعمل سيديشن صح؟ آه. فلو اخدت معاه اي دواء تاني بيعمل سيديشن هيزيد شغل، يعني كانه بيقوي شغل الادويه اللي بتخلي الواحد يهدى وينام. الدواء ده ليه اتروبين لايك اكشن، فاي دواء تاني ليه اتروبين لايك اكشن يبقى الشغل اعلى، يقول لك بوتنشيت الاكشن بتاع اذر انتي كولينرجيك دراجز. الدواء ده من ضمن الحاجات المشهوره اللي فيه انه بيعمل سكيليتال ماسل ريلاكسيشن، يبقى بيقوي شغل الادويه اللي اسمها سكيليتال ماسل ريلاكسنت اشهرهم الكولين. يبقى ده الجزء اللي بيقولوا عليه بوتنشيشن. الدراج انتراكشن الجاي بقى برضو حاجه اوتوميك، والله حاجه للاسف شديد اوتوميك، بس اخر حاجه ان شاء الله اوتوميك. تعرفين الشرايين عليها ريسبتورز، واحد منهم سمعناه النهارده اسمه الفا. الفا رقم كام؟ واحد. صح، الفا واحد ده وظيفته كل ما هو شغال يعمل بوزون كوليسترول. صح، في ريسبتور تاني عكسه اسمه، لا سيبك من المسكريك، صح، اسمه بيتا 2. كويس، الاثنين دول تبع الادرينرجيك ريسبتورز. ده طول ما هو شغال بيعمل فازو دايلاتيشن. خلاص، طيب احنا النهارده بنستخدم دواء اسمه كلور برومازين، صح كده؟ قفل مين في دول؟ الفا. تمام، قفل الفا واحد بشكل قوي جدا، مش كده؟ وساب ده شغال، فالشرايين يحصل فيها فازو دايلاتيشن، وعرفت بقى هايبوتنشن وبوستر هايبوتنشن وريفلكس تاكيكارديا كل الكلام. الفكره بقى هنا ايه؟ انا عايز اعالج الهايبوتنشن اللي تسبب فيه الكلور برومازين. خلاص؟ عايز اعالج الهايبوتنشن اللي سببه كلور برومازين. اشهر دواء بيعلي الضغط في الطب اسمه ادرينالين. الادرينالين ده بيشتغل كاجونست على كل انواع الالفا والبيتا، بيشتغل على كله. خلاص؟ المفروض الادرينالين لما يتاخد في البني ادمين يعلي الضغط، لانه بيشتغل على الالفا اكتر من البيتا، والالفا هتنقبض الشريان فالضغط يعلى. تعالى بقى جالك عيان واخد كلور برومازين وضغطه عمال يقل، كويس، فانت فكرت حافظ بقى مش فاهم، فكرت تديله ادرينالين عشان تعلي الضغط. قول لي بقى ايه اللي هيحصل. بص كده على دي وقول لي، ادرينالين في عيان الالفا بتاعته مقفوله، ومين اللي شغاله؟ بيتا 2. هيجي الادرينالين يشتغل على الالفا يلاقيها مسدوده، لكن مين اللي مفتوحه؟ البيتا. بتعمل البيتا 2 في الشرايين توسع اكتر، فالضغط يحصل فيه ايه بقى ان شاء الله؟ يقل اكتر، يقل اكتر. خلاص، يبقى ما اقدرش، وصلت يا ريس، ما اقدرش اعالج الهايبوتنشن اللي سببه كلور برومازين بادرينالين. فهمنا الفكره؟ لان الالفا مقفوله بسبب الكلور برومازين والبيتا 2 مفتوحه، الادرينالين هيجي يعمل الاكشن بتاعه المفروض يعمله مش عارف، لان الريسبتور مقفول، فيروح يشتغل على دي، ما دي مفتوحه. ما قلناش النهارده ان الكلور برومازين بيقفل بيتا خالص، هيلاقي دي مفتوحه، دي لما تشتغل مور فازو دايلاتيشن ومور هايبوتنشن. مش عليك تعالجه ازاي؟ من حسن حظك يعني، مش عليك تعالج العيان ده من الضغط الواطي اللي سببه كلور برومازين ازاي، بس المهم مش هينفعك ادرينالين. خلاص، يبقى ده بالنسبه لي كده دراج انتراكشن. خلص كده الكلور برومازين، مش علينا كونترا انديكيشنز، ما كتبتهاش، مش علينا كونترا انديكيشنز، بس انا غلس والله عارف طلبات كتير قوي، بس تقدر تالف لي كده شويه موانع استخدام للكلور برومازين. باركنسون. لوكوما، برافو عليك، الله ينور عليك. باركنسونيزم، باركنسونيزم مش كده؟ لانه هيزود المشكله، هتعمل دي اثنين اكتر، صح؟ الالرجي، اللي عنده ضغط قليل اللي بيوطي الضغط، اللي عنده ضربات قلب سريعه اللي بيعمل تاكيكارديا، اللي عنده بروستات كبيره لان هو شبه الجلوكوما، مش كده؟ يعني قصدي انها تتقلل بسهوله، انت عارف الدواء بيعمل ايه ادفيرس افكتس، يبقى ان شاء الله مش هتحتاج تالف يعني، عشان اطمنك برضه، بس عشان تبقى دايما بتفكر يعني ادفيرس افكت، يبقى تستنتج منها الكونترا انديكيشنز. اخر حاجه بقى ان شاء الله النهارده المجموعه الثانيه، خلاص دي هم خمس دقائق والله وخلص الدواء المهم. معلش يا صالح، انت شكلك النهارده تعبان. المجموعه اللي اسمها مجموعه اليوتايروفينونز، يوتايروفينونز مفيش فيها حاجه تتقال والله، هم شبه الكلور برومازين، يعني المين اكشن بتاعهم ان هم يقفلوا الجي 2 ريسبتور. يلا مع بعض بقى، قفلنا دي اثنين في الجزء اللي بنسميه ليمبيك سيستم. استفدت ايه سيادتك؟ قفلت الدي 2 في الجزء اللي بنسميه
كيمو ريسبتور تريجر زون. قفلت دي 2 في البيزال جانجليا. عملت لي باركنسونز او عملت لي حاجه اسمها اكسترا بيراميدال، فاكرين؟ مش لازم الشكل التقليدي. قفلت دي 2 في الهايبوثالاموس. زودت لي برولاكتين، زودت لي ابيفايت، وزودت وزني وقللت حرارتي. خلاص هو نفس الكلام تماما. الدوائين المشهورين عيلة بريدول دول، دواء اسمه دروب بريدول ودواء اسمه هالو بريدول. استعمالاتهم، اول استعمال بتاع درس النهاردة تريتمنت اوف سايكوز. الاستعمال التاني اللي انا فكرتك بيه اول الحصة او في نص الحصة كده، بديهم مع دواء مسكن قوي اسمه الفنتانيل. صح؟ في العمليات الجراحية اللي مش طويلة قوي بس فيها الام، فدي العيان فنتانيل لوحده الالم هيروح بس هيجيله قيء. حد فاكر ايه سبب القيء؟ ليه الفنتانيل بيعمل نوزيا وبومتين جامده قوي؟ عشان بيشغل الدي 2 في سي تي زد. حط معاه دروبيريدول، استفدت ايه بقى؟ ضيع النوزيا والبومتين وعمل سيديشن، خلى العيان هادي كده، يبقى الالم مش موجود وانت هادي ومسترخي كده وما عندكش قيء. اسمها ايه الكومباينيشن دي اللي بتتاخد في الوريد؟ اسمها نيورو ليبت انالجيزيا. صح؟ ليه سموها كده نيورو ليبت انالجيزيا؟ لانها دوين مع بعض، دواء نيوروليبتك بتاع النهارده دروبيريدول، ودواء انالجيزيك اللي هو الفنتانيل. العمليه عكت وعايزين نحوله الى نيورو ليبت انالجيزيا. سؤال مشهور جدا في الام سي كيو، ما بقتش عمليه صغيره بقى ومحتاج دول مع بعض، لا انا عايز العيان يغيب عن الوعي عشان اخد راحتي بقى واصلح العك اللي حصل. ازاي نحوله من نيورو ليبت انالجيزيا الى نيورو ليبت انالثيزيا؟ احط معاهم دواء تخدير كلي اسمه نيتروس اوكسايد. ارجع كده بالذاكره ان شاء الله للفنتانيل هتلاقيه مكتوب. خلاص يبقى نيورو ليبت انالجيزيا الاثنين دول مع بعض، انالثيزيا يبقى معاهم واحد تالت دواء تخدير اسمه نيتروس اوكسايد، غاز من غازات التخدير المشهور. يبقى ده بالنسبه لي كده المجموعه بتاعت الدروبيريدول والهالوبيريدول. عرفت بقى اشهر عيبين الاثنين اللي بالحرف البي بقى، حركات بقى اللي بتعجب المتفرجين دي. اشهر عيب لما تقفل الدي 2 باركنسونيزم وبرولاكتين عالي. المجموعه الاخيره اللي هي المجموعه الاحدث واللي كان المفروض تدرس الاتيبيكال. الاتيبيكال فيها ميزه ان هي مور افكتيف عن المجموعه القديمه. انت فاكر القدام كانوا بيعالجوا بوزيتيف اكتر ولا نيجاتيف اكتر؟ فاكر الاعراض البوزيتيف كانوا بيعالجوها قوي مش كده؟ لكن النيجاتيف ما كانوش يعالجوها قوي، دي اقوى منها عموما يعني. ما لهمش اعراض جانبيه كتير، ما لهمش اعراض جانبيه كتير زي المجموعه القديمه. يبقى ده اشهر حاجتين. ليه بقى ما بيعملوش مشاكل كتير؟ حاجه من الحاجات الاتيه. انا في رايي الشخصي برضو الذي لا قيمه له يعني، اهم حاجه بيعملوها ان هم ما بيقفلوش قوي الدي 2 في الجزء اللي بنسميه البيزال جانجليا. اهم حاجه بتقلل اعراضهم الجانبيه ما بيقفلوش الدي 2 في البيزال جانجليا. فما انتش خايف من اعراض باركنسونيزم واكسترا بيراميدال. بيقفلوا الدي 2 ممكن في الجزء بتاع الليمبك سيستم من غير ما يقفلوه في بقيه الجسم. يقفلوا الدي 3، يقفلوا الدي 4. المهم ان هم ما يبقاش شغلهم عالي قوي على الرقم 2 اللي هو عامل كل المشاكل. احتمال كبير جدا يكونوا بيقفلوا سيروتونين ريسبتور اقوى من الدوبامين. ان شاء الله فاكرين النظريتين مش كده؟ مش كان السايكوزس ده سببه يا اما دوبامين عالي فبنقفله الدي 2، يا اما سيروتونين عالي بنقفله السيروتونين. المجموعه دي قائمه معظمها على النظريه الثانيه ان سبب السايكوزس هو سيروتونين الزياده، فبدي حاجه تقفل السيروتونين ريسبتورز، يبقى شغلهم الاساسي على السيروتونين او على انواع اخرى من الدوبامين مش اللي موجود في البيزال جانجليا والهايبوثالاموس. دكتور معناته بيسوي ديبريشن اذا السرطان قل ولا عادي؟ مش موصوف. هو نظريا طبعا صح، نظريا صح، ممكن مع الوقت، لان هما الاثنين عكس بعض. ايوه مش موصوف قوي معاهم الحقيقه، يعني مفيش من اعراضهم الجانبيه قوي بيعملوا اكتئاب، لكن نظريا طبعا صح 100%. الاسامي بقى سيبك منها، احفظ اول واحد بس. طبعا لو عايز تحفظ الباقيين والله انا مشجعك واحييك، بس صعبين قوي. سولبرايد وكويتيابين ومش عارف اريثيبرازول وعذاب يعني. هو اول واحد بس اللي بيجي عليه سؤال في الام سي كيو. الكلوزابين دواء انتي سايكوتيك اتيبيكال. اتيبيكال يعني ايه بقى عشان نخلص؟ يعني ما بيعملش باركنسون. خلاص؟ والعيب بس بتاعه انه ممكن يعمل حاجه اسمها اجرانيولوسايتوزس.
ده سؤال مشهور في الام سي كيو، ممكن يقلل نخاع العظم فيقلل عدد كرات الدم البيضاء. تمام؟ اخر سؤال والله، اخر سؤال. عيان عنده باركنسونيزم خلاص، واخد دواء اسمه ليفودوبا، والليفودوبا ده تحول في المخ الدوبامين فعالج الباركنسونيزم. بس للاسف الشديد لما ال دوبا عالي في البرين جالي سايكوزس. مش متفقين كده؟ ال دوبا لما تحول لدوبامين والدوبامين في البرين عالي، في جانب ايجابي حلو قوي ان انا عالجت الباركنسونيزم، بس غصب عني عالي عند الحته اللي اسمها ليمبيك سيستم وبدا يجي لي هالوسينيشن وديليوجنز واليوجنز. عالج عالج العيان. فهمت السؤال يا جماعه؟ عيان عنده باركنسونيزم خلاص ما عندوش حاجه تانية، اديته ليفودوبا اشهر دواء في علاج الباركنسونز، هيروح على البرين. ال دوبا ده ان شاء الله في الفيديو اللي فات اللي ما شفتوش هتلاقوه كده في الفيديو، بيروح متحول لدوبامين. خلاص الدوبامين عالج الباركنسونز، بس للاسف الدوبامين معانيش بس عند البيزل جانجليا، ده عالي في الجزء المسؤول عن الافكار والمشاعر اللي اسمه الليمبك سيستم. والسعيدين النهارده لما يعلى الدوبامين في الليمبك سيستم يعمل لي اعراض سايكوزس. عالج العيان. انت اديت، انت السبب صح، انت اديته ال دوبا صلحت الباركنسونيزم بس قلبته بعيان سايكوتيك. اتفضل عليك بقى صلح غلطتك. انتي سايكوتيك ماشي، برافو عليك. تيبيكال ينفع ولا اتيبيكال؟ ايه رايك تيبيكال اللي بيقفل دي اتنين ولا اتيبيكال؟ لو اديته تيبيكال صلحت السايكوزس وبوظت الباركنسونيزم صح يا جماعه، يبقى الحل هنا ساعتها ان انا ادي اتيبيكال. اسمه ايه بقى الاتيبيكال؟ كلوزابين، والعيب بتاعه اجرانيولوسايتوزيس. خلاص شكرا يا شباب، فاضل لنا بقى حصه كده اخيره. اتفاجئنا ان هم عملوا انتي ديبريسنس اتشرحت والاوكولار فارماكولوجي، هنجمعهم ان شاء الله في حصه واحده اقول لكم عادة بقى سواء ان شاء الله اونلاين او اوف لاين. دخلوا معانا للاسف دخلوا معانا، وعايزين بقى نسكت لان هم كل من الناس الطلبه بتسال يقول لك اديهم بقى، عمالين يسالوا ده علينا ده عليه. يا جماعه اسكتوا خلاص، هو اتشرح نقعد ساكتين بقى؟ لا والله نقعد نسال بقى رئيس القسم ده علينا ده مش عندنا، اتشرح ده ما اتشرحش. فادولك اخد انت عايز اتفضل، يعني عندنا مواضيع كتير نقي يعني. في حاجه لا من انا شرحتها لا الحمد لله يعني. في المذكرات كله علينا، في بس المذكره بتاعت النهارده بقى لما اتفاجئنا ان الانتي ديبريسنت والاي علينا زودناها. المذكره موجوده النهارده الحصه الجايه خلاص ان شاء الله. ان شاء الله هتوحشني. مش باين والله.